اعرف امشي فيها بسرعه من غير ما حاجه تقع من العين. كلكم انا مش عارف انت قصدك ايه في مش بقلق ليه؟ خلاص؟ النظام الغني بتاع الكليه بتاعتنا اللي هو بيستلزم الطالب يا جماعه برضه اللي هو شاطرين جدا جدا جدا. ده في ناس كده في الدرس معايا بقول لها بس تجيبي ايه؟ انا متوقع تقول لي بس تجيب تتبع الدفعه، تقول لي بتجيب ايه جدا؟ فانا مش هصدق في الاول وبعدين بصدق. اسمها ليه؟ انت عارف كويس قوي هي مستوى كويس جدا جدا. كل سنه عماله تذاكر، عماله تقرا، عماله تفهم، وبعدها عندها مشكله في انها تلم الامتحان، تعرف تجيب تلم كل هذا كم من غبي عشان تخش صبحيه تقوم حاطط الورقه. فاهمني ازاي؟ انا بقول هو كل الناس اللي بتطلع دفعه مش منكم خالص، مش احسن منكم بالعكس، انما هو ناس احترف فهموا الكليه كويس، فهموا الكليه، فهموا اللعب بدري. وضمن الكليه دي النمى فيها ليها نظام معين. خلاص؟ ومن اهم واهم نظام في النمى هو نظام ازاي ان انا هدف الامتحان اجمع اكبر قدر ممكن، ثم واكون طالع في الامتحان اعصابي هاديه، ثم جوه الورقه اعرف ازاي اخرج اللي انا لكن طول السنه معايا بطريقه الافضل. مين منكم بيعمل كده؟ فاهمين ازاي؟ مين منكم بيعمل كده كلها؟ ده عارف كده يفسر ايه؟ يفسر النمى. يعني مثلا ساي لا مثلا صام امتحان الرقم جاي في كام؟ مثلا دي جاي في جاي في رقم كده. شاطر طبعا شاطر قوي. تعال شوف بقى هجيب ادله معايا ممكن تلاقي مثلا دكتور دي جاي جدا. يقول لي انا وحش في الرقم. كده حبيته قال انا وحش في الرقم. اقول له اوحش في الرقم. ليه؟ بدأ الامتحان واحدة يعني قبل الامتحان بارتاح قبل الامتحان بيجي لي بالك ارتاح خلاص قبل الامتحان ما بعرفش انا ايه بص الحقيقة جوه الورقة وانا بفتح في اسوأ حالة. انا يا جماعة حاجات يعني فعلا انا بس تعليق بسرعة عشان تسمعوا يعني على محمد شوف حالة الورقة دي يعني دي ورقة معقولة شوية يعني معقولة شوية وان كان برضه انا اعتقادي الشخصي ان الحاجات اللي مهوت مش هعرف ابص عليها في الامتحان. ايه؟ وقلت لكم طريقتين راي الشخص هما الامثل. الطريقه الامثل هي ان انا هكتب السؤال بخط الجيز في النوت في مكان بخط واحد او خط ورقه كده يعني انت ممكن حاجه كده ممكن تقول كل سؤال من دولت ورقه صغيره وده بس الورقه دي حد فيها هنظم خط واضح انا عايز انظم الورقه عشان في الامتحان اجي الاقي الموضوع مش مجهد ليا وانا بقراه. ده مش كده كده ازاي لقيته؟ ان هو اتعودته على ايه؟ الغاء الضمير دي الحصه وكل الاسئله مكتوبه وانا احط ورقه يوم الامتحان بقى ربنا يعديها. فاهمين معنى ازاي؟ معايا محمد؟ خلاص يلا. ازاي كده معقول كده؟ احنا كده كل اللي بنقوم اخر مره خالص تقريبا. معانا محمد جعفر بس ورنا والشله ديت. نبدا كده. الاول في اسئله الاول ولا ابعت كل المنطق الاول؟ في اسئله في اللي فات؟ طيب خايف اسال اقول مين ما ذاكرش اللي خدناه؟ الاقي حد رفع ايديه فجيت احباط عصبي. يعني فعلا ما ذاكرش اللي خدناه اخر مره هجيب لي احباط مش هسال مش هتنفع مش هسال خالص انه حد رفع ايدي انا ما ذاكرتش هجيب لي احباط ليه؟ ايه ده يبقى انت ده احنا هندوس جدا الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعديه وما نخلص ازاي انا عندهم عندهم 5 5 او 6 5 يعني فلو انت خدت مثلا تبين انفكشن ما جبتهاش ايه يعني مش فاهم ايه فاهم ايه يعني اتفرج عليها مش عارف صراحه ها؟ معايا شباب؟ فنفترض هنفترض ان انت الكاتش ده اللي فات على الاقل النهارده تخلص النهارده مش بكره النهارده هتخلص كل اللي انا هخلصه النهارده لغايه معاك خلص كله يلا المغص قلت بسرعه اخر مره الشابتر ده عباره عن كده بص عباره عن ايه؟ عباره عن واحد قراش خلاص طلبناها للنجاح اخر مره الحمد لله قراش نمره 2 2 المغص ببدا فيه دلوقتي ثلاثة الفيفرز بص كده واحد رش خلصناه مانس فيفر فاكسين ده يا جماعه هو الشهر دخلنا اول واحد الرش طبعا الرش واللي حواليها يعني نفسي كده لما اسال حد منكم النهارده كده اقول له على مستوى الرش نعم قول لي يا احمد يلا على مستوى الرش يا احمد ايه اقوى سؤال كده في الرش متوقعين جميل جدا ديفرنشال او بتجري الرش معايا والحقيقه معايا اللي قبليه في الامتحان كمان هو سؤال ايه؟ سؤال فارسيلا كونتروفيرشن. لا دول هم لغايه دلوقتي طبعا لسه النهارده اقول كده حاجه كتيره برضه بس انا يهمني كده. في الامتحان جوه الحمد لله ما بدوش ولا خلاص ماشي اوكي ماشي خلاص انا بقول انا مش قاعد بنجم ولا قاعد بقول انا اللي بعرف الاسئله اللي جايه وانا اللي عندي توقعات كده لما حد يجي يقول لي بس اديني فاكهه
السين هناك جت بالسين فعلا يقول لي لو قعدت اقول يا ابني خش جنب 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 خش جنب جنب ده هيفتح مجال 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 للتاجر والشعوذه فقعت ايه؟ ازاي؟ وانا انا بقول اقول ده مهم على السين على اساس ما جاش في اخر امتحان ما جاش في امتحان اللي قبليه ما جاش في كذا على اساس ان مثلا ساي السنه دي مثلا ساي بقى في كلام على ان المفروض يكون في رساله فاكسين ده كلام كده اراوند المستشفى اراوند الاساتذه يعني ده تحط نحط الاحمال على الاساس وربنا يصدر تيجي حاجه من حاجات دي المنصب على مستوى الامتحان المنصب جاب سؤال بص دوت على مستوى الامتحان المنصب سؤال ايه؟ على مستوى الامتحان طيب وامال ايه؟ مع مستوى الكتاب الكتاب المنصب ثلاث اسئله طيب الاول اهو ثلاث اسئله ايوه اول سؤال قدامك دوت هو سؤال الكلينيكال الكلينيكال فيكشر اوف مانس ده اول سؤال السؤال الثاني هو سؤال مانس كومبليكيشنز والسؤال الثالث هو سؤال ديفرنشال دايجنوزس اوف مانس ده يا جماعه على مستوى الكتاب على مستوى الامتحان فين السؤال مانس كومبليكيشنز والسؤال الثاني هو ديفرنشال دايجنوزس اوف مانس اقول دلوقتي اجري بدون في الامتحان سؤالين انها في ثلاث اسئله في حتى هو اول سؤال معاك اول سؤال ايه؟ اول سؤال هو الكلينيكال بيكشر اوف مانس نمره واحد خلاص عرفنا لما تيجي الكلينيكال بيكشر ببدا بايه نمره واحد اهو ببدا بيه ان انا عندي برودرومال ستيج نمره اثنين ببدا اتكلم على دايجنوستيك ستيج واحد برودرومال ستيج ادي واحد نمره اثنين دايجنوستيك ستيج بص عباره عن واحد سليبر بلانت سويلنج نمره اثنين اذر مانيفستيشنز اللي هي فرينجيوفايتس بانكيلاتايتس اوركايتس فول ستوب بص السؤال ده كده هو ده سؤال الكلينيكال بيكشر اوف ماس مالك يعني ايه المشكله؟ المشكله في دول اهو هم دول ايه دول؟ الحاجات دي اللي هم مكانهم مكانهم قد يبدو لي ان مكانهم كومبليكيشنز ماشي اوكي وانا هقولها دلوقتي ده انا اتوقع ده اكتر من ده ده انا اخترت في الامتحان جه وقال لي الكلينيكال بيكشر اوف ماس لازم تعرف ان هتلاقي مثلا مثلا اربع خمس نمر على الاقل على ايه؟ على الاذر مانيفستيشنز هي مانيفستيشنز ولا كومبليكيشنز هي بصراحه الاثنين ليه؟ لان بص لا هي دي مانيفستيشن ليه؟ هي مانيفستيشن عشان خاطر ممكن عند مصر ما يجيش خالص 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 الا بحاله من دول بس من غير ذات سوالي ولهذا اسمها مانيفستيشن انما هي برضه كومبليكيشنز ليه؟ اللي ممكن يجي لي جلد سوالين وبعد فتره او مع الجلاند يبقى يجي لي حاجه من ديت اللي هي الصراحه يا جماعه برضه هتشوف دلوقتي منها حاجات خطيره حقيقه يعني منها حاجات ممكن تيجي عند الابدومن ممكن حاجات تيجي عند الكونفرجنس ممكن يجي العيان فيها بحاجه ممكن تؤدي ليتر اون ان هو يبقى عنده انفيرتيليتي او تيفر فول ستوب يلا ابدا بايه؟ بي طبعا واحد برودروما ستيج نون دايجنوستيك ومايل برودروما وفي انوركس هيديك مالينجز وفي بي اكسل وكلام فاضي زي كده ما عرفناه اخر مره واحنا بناخد البرودروما ستيج اوف ايه؟ اوف روبيلا ها اوف فاريسيلا كانت كلها كده كانت كلها مايل برودروما خلاص وفيها مايل سنتوس طب خلاص ماشي نخش مع ايه؟ نخش على سليفري جلاند اسويتس خلاص اهو واحد بارابيت واحد بارابيت It is the commonest gland for large. عارفين منين؟ إذا كان المرض نفسه بيسموه epidemic bronchitis. يبقى أنا معقول هنزل طيب one gland one or both gland واحدة أو اثنين. لو في واحدة كبرت قبل الثانية هي سوري لو هيكبروا الاثنين ها هتلاقي في واحدة كبرت قبل الثانية بحوالي يوم أو يومين. يبقى إذا one gland precedes the other by one or two days. Full stop. الياب دي كده الياب دي في مانس اوت بريك الياب دي كانت مش معقين يعني خلاص وقلت حتى في اخر مره مراجعه في الحصه بتاعتي الثانيه قلت اسال كده يا جماعه في حد يعرف حد جاله مانس الميكو حضر اللي كان فيه ناس رحت ليها قال اه في حد جاله مانس فالياب دي في مانس وبالتالي برضه يمكن ده يعني يخلي يعني سؤال المانس يعني برضه ما يبقاش كده واقع قوي زي كل سنه ممكن ده يطلعه شويه فوق شويه لان احنا بنشوف مانس كتير انا شفته في عيادتي الاسبوع اللي فات شوف ثلاث حالات مصر ده كتير بالنسبه لي مصر اني هاو المهم خلاص يلا بعدها البيكشر بقى البيكشر احفظها من جمله واحده بس قول لي الجمله الجمله ايه؟ بص الجمله ايه؟ بينفول باراتيد سويلنج دي الجمله طب مش فاهم قصدك ايه؟ بقول لك اهو بينفول باراتيد سويلنج يبقى هبدا اشرح بقى واحد بين اثنين باراتيد سويلنج بين هيكون البين فين؟ بين اراوند
around the ear اشمعنى الحته دي زي الجيران والبين ده بيزيد باي ماستيكيشن كفايه ماستيكيشن الكلمه دي او مثلا زي عايز تقول ده في كده البين بيزيد باي شوينج موفمنت اند باي انتيك اوف ساور درينك امتحان الكلمه ما كانش في مخك بسرعه حط الكلمه المشابهه ما حدش ماسك كده يعني سورس وقاعد يطارد حرف حرف انا هنا فكره ان في عارفين فكره ايه؟ هقول لك حاجه هنا كده هتاخد النمره كذا لو انت قلت بس مجرد ان في بين بين اراوند ذا اير معلش مش عارف يعني انا عارف بين الشياكه هقول البين اراوند ذا اير واقول البين دوت بيزيد ايه خلاص وبعدها انت قلت ايه؟ بين فول فاروس ذا سويل بعدها انا اقعد اوصف بقى اوصف ايه؟ فاروس ذا سويل اوصف عباره عن ايه سويل ايه؟ ان فرونت اند بيهايند ذا اير واحد اثنين بيريز الاير ها الاير لوبيول ثلاثه كلمه مشهوره قوي ان هو بيريتش الماكسيمم سايز خلال يومين وده بيكسر سايز خلال اسبوع محتاج كل مره اقول لك اوعى تنسى ان برود الضغط دي الضغط خلاص جزء من وصف الجيران من الضغط حته من الجيران ولهذا ما حدش ينسى الصوره دي كده ان العيان بيجي وعنده الكاروتيد عنده هايبرينيا بصوا الصوره اهي شايفين انا بتكلم عليها عنده هايبرينيا حمار في الكاروتيد الضغط اوبلي ودوت اللي بيخليها شبه مقفوله وبالتالي ما فيش سلايفا واصله دور الكافيتي ولا هذا العيان بيجي العيان ده وعنده دراي ماوث فول ستوب اقل بص اقل كلام على مين؟ على الصدمه الجبنه وعلى الصدمه الجبنه عارف يا مشوي لو عايز تحطها كاسم بس وتمشي ماشي عارفين الثمر مش كاتب عليك كده خالص بيتكلم بس على بروتين بس احنا كتر خير قانوني اهو نور اهو بين الصدمه الدور الجلنديه مي اللارج مع البروتين او دي اول واحده خلاص وان هي ايه وان هي ليس بينفول وبعدها بقى المقابل بقى العكس في الصاب ليجوال ان هي ذا ليست كومن بص فكر فكر ايه هي ذا ليست كومن ان هي ذا موست ايه ذا موست بينفول حلو كده دي هي وخاصه ايه وخاصه ان انا دلوقتي بجاوب معاك سؤال الكلينيكال بيكتشر اللي كل اللي قلته حتى في لحظه لا يمثل غير نص السؤال انا لسه هبدا اكتب صح حتى تقريبا على ايه؟ على اللي جاي ولهذا بص ولهذا يعني كده اللي يقع منك مصلحه خلاص؟ يلا باقي السؤال بتاع الكلينيكال بيكتشر باقي السؤال اكتب لي يلا باراجراف على نمره واحد نينجيوكليمورايتس اثنين بانكرياتايتس ثلاثه اورتايتس خلاص؟ ماشي خلاص خالص خالص ماشي انا صراحه بقى عايز اجهز السؤال الاوقع ايه الاوقع؟ اهو ده الاوقع السؤال مانس كومبليكيشن ماشي خلاص يلا اهو كومبليكيشن هبدأ بايه؟ نفس الكلام هبدأهم في واحد ريجنتيفايتس اثنين ماكيوتايتس وثلاثه كوركايتس. ده سؤال اضرار لماذا؟ اولا هو اضرار في الحجم من سؤال مين؟ الكلينيكال بيشن وكده كده يا اخي ده طالب غصب عنه هيبتدي الحاجات اللي هي فعلا معاك قوي دي اللي هي انتيفايتس كوركايتس غير. الحاجه الثالثه ان انتم دايما كده الاشيكس هو شويه سؤال كومبليكيشنز. ليه؟ لانه حتى كمان في حاجات ثانيه الطالب هيضطر يقولها غير ده الكبار. ولهذا انا قلت النهارده على مستوى الامتحان رايي الشخصي ان هم سؤالين بس. فرصة يلا بقى. بنجمع الكفايتس اهم كلمه عندنا الكلمه دي خلاص كلمه دي ايه الانسرز؟ ازاي؟ انها اتميك بريسيد يعني تيجي قبل ده غلطه خالص دي غير بريسيد اتميك اكمبل اتميك فولو بالعربي ممكن يحصل في اي وقت من الاخر يعني ايه قبل الجنان مع الجنان خلاص بعد الجنان والاهم كلمه بعدها اند بي بي اي اتنين بي اي زوم ليتنت مانيفستيشن هي الكلمه دي يا جماعه اللي عشانها ها قلت لك لازم مع كلمه البيكشر اكتب الحاجات دي لانها بي بي اي يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ممكن يجي لها مين؟ المامس بوست مامس عرفته ازاي؟ الانفستيجيشن طب عنده ايه مامس؟ ما عندوش خالص بنات كبيره ولا عنده ديفراكس عرفته ازاي؟ عملت انفستيجيشن طلع ان دوت مامس فايروس اذا انا النهارده اهو زي برضه قبل من قبل الفرص النظري اقول لك خرج مخك ان المغص كمرض لازم يكون فيه كده لازم ايه ما انا بقول لك اهو ده ممكن يجي ويكون هو العيان ما عندوش الا درس خلاص طب اثنين الكلينيكال بيكشر قديمه ليه؟ فاكرين يوم نيزلز لما قلت لك كده نيزلز انكفرايتس بلاش كده قدام اي حته في الكورس فيها انكفرايتس تحقق تحط ثلاث مجموعات هي صراحه مجموعات من اعراض انما انت قلت ثلاث اعراض اول حاجه خالص اعراض انجليز تنشن ثالثا هيدك فوميتنج اثنين اعراض لينجيال اريتيشن نتجيتي ثلاثه
اعراض برين دامج كونفاكشن خلاص بقت طعمه خلاص. وده هذا هنا اهو من غير يعني استمرار هو راح حط نفس الكلام بالظبط اللي احنا زودناه فيه زودناه في اخر حصه مع النيزل كومبليكيشن لما كانت كده كلمه بينجر حلو مع عايز قلت لك اكتب قدامها كومنت ودومنت فاليو خلاص. طب ماشي مع بقى بص كده مش عايز تحفظها يا محمد. طيب انا عملت ايه؟ عايز تفهم دايما كده ايه؟ دايما هي منينجيو منينجيو انكفان ومع العكس. وانت قلت منينجيو افتكر ايه؟ افتكر ايه؟ قول معايا منينج ايه؟ افكشن خلاص؟ وانت قلت انكفان انكفان برين افتكر كونفاجنس معايا؟ واكيد في اي واحده من دي في اعراض انكريس تنشن اكيد. وانت قلت انكريس تنشن هتفتكر ايه غير هادك وغير بامتك خلاص. طيب بعدها العيان ده شخص بيه العيان ده شخص بيه نعمل عيان سي اس اف اكزامينشن. اهم كلمه في السي اس اف هي كلمه دي كلمه ايه؟ نورمال شوجر. ليه؟ لان هي دي اللي هتفرق وتقولي دي ديت فايرال انفكشن في السيلس. تقول له بالفعل اللي فيه انا ماشي البروتين ماشي هنا هيبقى زايد اه بس على فكره البروتين زايد في التيوبرتس مننجايتس وزايد كمان في الاكيوت بكتيريا مننجايتس. طيب والسل فوسايت هي صراحه صراحه مهمه برضه مهمه بس انت برضه ناسي التي في كمان برضه فيها جلد فوسايت. انا يا جماعه قلتهم كلهم بس قلت انك تكتبهم من الاول تبعت لي ان لو جيت لو يوقع واحد ديت هيبقى فن وحش جدا جدا. اهم حاجه هي نورمال ايه؟ نورمال شوجر. انا بفرق شوفوا انتوا الكلام ده خدتوه في الاستمناء ناسيين كلهم. بقول لك هو فعلا اللي عايز يفرق فايرال من بكتيريا خلاص من ديفيرتس لو حد قال لك فرق لي دي كلمه واحده بس اول الشغل خلاص. ليه؟ اصل البروتين زي فيهم كلهم مع احترامي ان في حاجات فيها هاي بروتين تانية. طب والسيلز؟ السيلز ده فيهم كلهم لما يا اخي انا محتاج بقى حد كويس قوي يقول لي لا ده دي الانفوسايت انما دي بالمورف ولهذا يبقى دوت هو اسهل طريقه في الحال. نورمال ايه؟ نورمال شوجر هنا ده فيروس مش بياكل خالص سكر عكس التانيين كلهم بكتيريا بياكلوا السكر ولهذا العام دي عنده نورمال شوجر فول ستوب. خلصت ايه؟ اول باراجراف. الثاني اسمه ايه؟ الثاني باراجراف على مانتل فايز. انا قلت لك بالتسهيل بالتسهيل نفس الانصر يعني ايه؟ اتنين برسيد اتنين فولو اكومباني اور اتنين لي ايزوليتد مانيفستيشن. تقول لي بس النوت بتاعتكم كلها مش كاتبه كل الحاجات دي كلها. النوت كاتبه النوت كاتبه الكومنست برزنتيشنز يعني الكومنست انصرز. انا يا عم التسهيل يا عم هي هي يا عم يا اخي لو انت حتى يبقى قول لي ايه؟ قول لي انها قول لي مثلا سي 100 ايه الشهور؟ الشهور 100 كومباني اند بي بي ايزوليتد دول هم اساسيين يا جماعه عايز على ضمانتي بقول لك خلي المنصب ده فين. طب يلا بقى واحد عنده بانكرياس هيبقى عنده ايه غير الاتي؟ يعني اول حاجه تيجي في بالي واحد عنده اورجان في الابدومين انفلين اكيد هيجي في بالي كلمه بين اكيد بين اكيوت بين. وقلنا في الكورس مع بعض مليون مره يا جماعه اي اكيوت بين معاه ريفلكس ايه؟ معاه ريفلكس فوميتنج ثم اخيرا خالص ديفيوز ايه؟ ديفيوز او حتى من غير ديفيوز حتى قولوا خلاص العيان عنده تندرنس. الانزايم هتعمل انهي انزايم؟ الكتاب قايل امايليز وانا قلت لك في البراكتس اللايبيز بيبقى كمان مور سنسيتيف على الامايليز. وصراحه يا جماعه بنعمل الاثنين امايليز اند لايبيز فبلاش مع مين؟ نعرف العيان اللي عنده اكيوت دي اكيوت بانكريفايتس خلاص؟ خلاص طبعا اخيرا خالص اللي جاي اوبتين فور برايس عايز تفتكر فيها ايه؟ افتكر فيها ايه مثلا زي بفكر معاك كده اكيد مثلا زي هنا عمري ما هنسى ان اكيد العيان عنده كده عنده ايه؟ عنده التستيكلز او سكروتم السوولن جدا دي عمري ما هنساها. طيب بقى ممكن افتكر مثلا كمان كده ان العيان دوت لان التستيكل ديت تاخد الميل سبلاي اند بلاد سبلاي في الابدومن فافتكر ان العيان ممكن برضه يجي العيان ده كده ويكون عنده يعني لور ابدومنال هيد. هل ده صعب يا شباب؟ حلو كده قوي عليك. اه ده احنا عارفين دي الوحيده اللي فيهم بتيجي في الكومن ابريزنس ولهذا يكفيني عليها بس مجرد الكلمه دي ان العيان بيجي عنده اكيوت ابدومنال بين لور ابدومنال بين خلاص قصد عنده رايبوز مش قضيه واهم حاجه ان عنده السكوتافيسس وتسكت سمول المايين وات ايفر. فضل ستوب فضل ستوب. خدت كام كده من 10 من سؤال كومبليكيشن خدت من 10 7 شوف قد ايه ناقص بقى 3 نمر على ايه؟ على باقي كومبليكيشن.
زي ايه؟ زي السي بي اس، ها ماركر بايز، اي مره في الكورس، اي مره في الكورس خلاص تيجي كلمه ماركر بايز افتكر ده ايه؟ ما احطه ده مثلا كلمتين مشهورين جدا، اول كلمه كلمه تاكي تاكي كارد، نمره اثنين مافرد هارد ساوند، شكرا. ما حد بقى يقعد بقى يزود معايا، بص يا توفي بقول قاعده عامه، قاعده عامه، لما في اي مره في الاورال في الريتن في اي حته اقول مافرد بايدس اقوم افتكر، افتكر ايه؟ تاكيكارديا ومافرد ايه؟ مافرد هارد ساوند. وبرده كل مره افكرك ان الحته المكان المكان الاوريجنال اللي جت فيه الكلمه دي كان ايه؟ كان روماتيك فيفر، لما وصفوا لي لاول مره قالوا لي ان عندهم مايكوبايتس، ان عندهم نمره واحد تريكارديا، بس تريكارديا مش قصدي في الحصه الاخيره حد قال لي ايه؟ ممكن اكل تريكارديا وهو كمل واقول انها اوت اوف بروبورشن اوف فيفر، لا 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 الكلام ده هناك مع روماتيك فيفر، انما هنا العيان ده ما عندوش اصلا فيفر اصلا العيان ده، ولا قال هنا عايز معين ايه؟ تريكارديا ومفروض النهارده صعب. حد قال لي مش هعملها، افرق مش فارقه يا عم كبر انا مش فارقه. طب انت بتقول عليا ليه؟ انت كده بتحب كده يعني، بص بص كلمه زي كده لوحدها مش خلاص مش هو تاخيره الطالب يعني كتب لي صفحه الا على المكان كله، انما طبعا دي على سبيل على سبيل الشياكه، وانا برضه لو قلت لو انا شايف ان في طلبه عايزين يتجهوا اتجهوا بس، كنت اقول لك يا عم بلاش اخر كلها اخر خالص خالص، لان عشان انتوا عارفين يعني كده ورقه تبقى ورقه مميزه، فقلنا نزود الكمبيوتر. اخيرا بقى خالص على مستوى الاطفال، حاجات لسه قايلها في اخر مره ممكن تحطها مع اي مرض انفكشن، حد قلت ممكن تحطها مع الانفلونزا، احنا عقدناها فين؟ احنا قلناها مره قلناها مره مع الانفلونزا رابعا خلاص، وممكن احطها كمان حتى كمان مع 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 الروبيلا. ليه يا جماعه؟ وقلت لك ممكن تاكل مع الانفلونزا. اللي هي كده الفيروس ماشي في الدم، راح عمل ايه؟ راح عمل حبه ايه؟ حبه ايدس خلاص، زي مثلا زي اوبتيك نيورايتس، اي رايتس، كيرابايتس، لكن هنا مشهور شويه الجزئيه دي، جزئيه اوديتري اوديتري نيورايتس، هنا ممكن تعمل ده. حتى يا جماعه حتى ارثرايتس حتى او بيربر لو هم ملاحظين دول دي كده خايبين قوي، دول مع دول مع روبيلا خلاص، خايبين ليه؟ لانهم رير جدا سواء مع روبيلا او مع او مع المامس، وبالتالي هنا كده لان هو كده ايه؟ هو بيتكلم عن المامس كومبليكيشنز، فده كل حاجة دي بنسميها دي بنسميها reactive arthritis بتكات اوكيد مع اي فيروس خلاص، هو حطها حطها مع روبيلا، مش معنى يعني اصل روبيلا مش لاقي حاجه ولا في روبيلا مش لاقي حاجه ولا تروح كده في ارضيه في انما اكشولي حياتي كلها ايه حياتي كلها ديت رير، كنت برضه حفظناها برضه انت فاكر برضه كنت حفظناها برضه الاي الاي والاير خلاص، او يعني سبيشال سبيشال سنس معايا، ممكن تحط مثلا دي اس سبيشال سنس وتحط ايه ودي، مش بحب اقفل حصص كتير قوي على الحروف يعني، بس لو انت هتنساهم اتصرف ايه اتصرف فيهم. خلص سؤال راي شخصي، السؤال الرسمي في المقص الرسمي التراديشنال. طيب السؤال الاخير افرض بقى جاب السؤال ده هو اللي هو سؤال ديفرنشال ديجنوزس اوف مقص وارد وارد طبعا جدا السؤال ده خلاص. طيب يلا نمره واحد برضه وانا بقول السؤال ده في الحصه قعدت كده ادي نصايح وسط الكلام، نصيحة ايه؟ نصيحة هو وانا بذاكر عايز البلو لاين، عايز العناوين. سؤال زي كده دي عن ايه العناوين؟ هو عايز يفرق المامس خلاص؟ هو ايه المامس؟ ده باروس جلاند انفلينز، يبقى افرقها زي نمرة واحد افرقها من حاجات تانية جاية من باروسز غير المامس. قصدي ايه؟ اكيد تفكير هي كده، هي في ان انا اقول نمرة واحد او الباروسز اسفلين، باروسز اسفلين نمرة واحد. نمرة اثنين الاريا دي فيها ايه؟ فيها ليمف نودز. يا باشا اوكي اثنين ثلاثة هنا في ايه؟ هنا في اهو ماندبول مع سناني، ده ممكن يبقى عندي بنت كونديشنز. نفسي بقى تنزل مجهود كده في مثل هذه الأسئلة، في ناس حاسس إن الريبورت مش عايز أقراها وأرميها وخلاص. ممكن السؤال ايه؟ باروتد باروتد سب مانديبولر خلاص اوكي، وبعدها مثلا سي مثلا بنت كونديشنز خلاص؟ باروتد سب مانديبولر بعدها تلاقي كلام كتير. أنا وانس قلت باروتد هي المخ هي المخ ايه؟ لو كان المامس فايرال انفكشن ان ممكن يبقى عندي مشكله، المشكله ثانيه دي بكتيريال انفكشن اللي هي ايه؟ اللي هي ترانسبرتايتس اكيد هي فيري كده. وان اور سبريشن تفتكر ايه؟ سبريشن تفتكر فيفر توكسيميا وسب بيوريشن اكيد في بص وانس اور سب بيوريشن هعد بص
ادي الباص اعمل ادي الباص اعمل الباص خارج منين؟ من الداتس. طيب قبلها ريكارن بروفايس اللي هي العيان ده بيجي بكلينيكال بيكشر تشتري مين ده المغص ويخف ويرجع تاني واحرج جدا مع الام لما اقول لها مغص تقول لي مغص تاني انا المغص ده ما بيتكررش اقول لها انا اسف جدا انا غلطان لا لا ده مش مغص ده غالبا ده اللي بيجيله حاجه اسمها ريكارن بروفايس ما نعرفش يعني ايه سببها قد تكون انذر انفكشن بفيروس تاني غير المغص بس فيروس ما بيديش اميونيتي روم نثينج او يجي حاجه الرجي ودايما كده لما تيجي حاجه تريتير او بقى ما فيش منها حاجه الرجي يعني ايه بتتكرر ليه؟ لان بيحصل اكسبوجر لالرجنز الرجنز معينه يعمل كده بتتكك يعني بس اكشلي ما اعرفش ايه السبب بالظبط. الحاجه الاخيره خالص هي الستون كنا قلنا الستون اهم كي وورد عايزها ان بيكون السولينج از انفيرميتنت يعني ايه بص يعني ايه؟ يعني اهو هنا كده اهو تيجي الستون تيجي تحطها اهي جت الاستراحة راحت محشورة السرايفة مش بتعدي كبرت الجيران كبرت الجيران فيري اكيوت هو بعدين بدأت السرايفة تحاول تزق الستون زقها راح مزحزحاها خلاص أو القديمة اللي حوالين الستون خفت شوية راح معدية السرايفة فالجيران ريجريست تاني نعم الستون لسه موجودة فيحصل إيه؟ هتبدأ تكبر الجيران تاني ولهذا السويلنج از انترميتنت ايه انترميتنت السويلنج ذا سويلنج از انترميتنت اخيرا خالص خالص بقى فيتنس كبير وده يكفيني اسمه خلاص نمره اثنين سيرفايكال هو محدد سيرفايكال ادمايتس هنا كده اهو وهو بيقولها كده بيقول لي خد بالك دي هتلخبطني مش مع مرات هتلخبطني مع السبمن ديبلر ايه سب لو انت عايز تقول اقولها يعني باي نوت هتلخبطني مع السبمن ديبلر لنفذ مع سبب مدير رجلان افكشن اللي هي المنطقه دي كده فرق يلا او اهم كلمه هنا ايه؟ حد بص يقول لي كده هنا اهم كلمه عشان عارف عارف يلا برضه اهم كلمه هنا هتفرق الليمف نودز من سبب مدير رجلان هيجيني يا جماعه والله شاطرين جدا كده شاطرين عارفين ده مستوى عالي ليه؟ على الاقل في الامتحان ممكن انسى كذا حاجه بس عشان كلمه انها غلط خلاص بعدها باقي الحاجات بقى انها ليها ويل ديفايند بوردر اهي انها فيرم وايت شويه انها ليها سبيشال سايز بس مالتيبلستي اهم كلمه رابعه كويس خالص بعدها اخر كده خالص دلتا كونديشن دلتا الاكسس وده هفرقه بمنتهى السهوله لما كده ايه لما افتح بوق العيان والاقي كده في كده سويلنج زي كده والاقي كده السيمتومز كله وكل البين اراوند اسيبتيك توث انا حتى ممكن حتى كده بعيني ها بعيني اشوف سيبتيك توث ها واحنا حتى بنعرف احنا الاطفال بنعرف كده يعني نحط كده بروب على السنه فتقدر تسال اي كان في طرق احنا نعرفها زي برشنان كده ممكن نحدد او نقول هي دي السورس ايه؟ السورس اوف بين وهي دي السورس اللي عامل السؤال. فول ستوب. ده سؤال ينفع يجي ينفع يجي جدا جدا جدا. فول ستوب معانا شويه. خلاص المقص. ايه؟ كريتيكال. هقول نفس الوقفه يمكن ايمن قاعد معايا اهو. خلاص؟ بقول لك ايه؟ زي ما قلت مع الميزلز الميزلز والمغص نفس الفكره في امتحان الراوند خلاص وامتحان الفاينل من ضمن المواضيع اللي هي عباره عن كيس سيناريو اللي وارد جدا جدا اديك حل مغص واقول لك السؤال اهبل قوي قول لي تعالى المغص ازاي زي ما قلنا اخر مره تعالى ازاي ميزلز ان هو امتحان الراوند يا جماعه امتحان الراوند ايمن هو قال مين يا جماعه قال امتحان على المغص ايوه اذا معقوله كمان معقوله اهو لا المانس تريتمنت اللي بصراحه مش هقوله خالص النهارده ولا عمري هقوله ابدا ده هتريك قد ايه؟ ما هو فوق علاج وابتدت تقول حتى انا غير ما اساله ابتدت تقول الناس اللي قاعد بيسمعهم ولا هو مركز معاهم ولا سؤال عاجبه بس هو ده الورق قدامه خلاص الورق دي قدامه وهيفهم عليها هو الدكتور لو هو الدكتور مش كسلان كان عمل ايه؟ خلاص؟ كان قايل الكرسي والله يا جماعه بيقولوا لي مش ما هو حد يقول لي ما ده منهم ماشي اوكي هو قايل مع الكرسي كده رايح ازاي؟ يا ابني هات يا ابني حالا يا ابني اسال الطلب عليا كلام معانا شويه. ايه مغص تريتمنت ده؟ ده هو مش فارق معايا. مش فارق معايا. خلاص ماشي. يقول لي يقول ودي ولا دول.
عايزين نقول فيها كلام كتير عشان الفيفر ديت مهمه جدا جدا جدا.
خالص. دكتور الحاجات اللي في النص دي مجيش ريكوست. اه بيرتسس تفنس ايرجن خلاص هاجمك بيرتسس مع بيرتسس مين يقول لي يلا ده عاوزه امتى وعاوزه ليه يعني يلا عاوزه انت عاوزه ليه ايوه ايه مفيش مجال ده كان بيتكلم لا 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 في ناس عايز كل كده عالم على ايه كل عالم على الباراكسيزمال ستيج خلاص مش معنى تحفظ لماذا رد عليا يلا يا خبر ده ناس بتدمر جدا تفكير جامد في سؤال مشهور جدا جدا هنقف في وقفه محترمه سؤال اسمه الكابوز خلاص اوكي لما تيجي الكابوز كده واقول لك ايه اللي يعمل كاب هتقعد تقول لي كذا حاجه ومن ضمنها فكره الكاب كوز في الامتحان ده عليه الدور جدا 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 كسؤال رساله هنيجي وقتها اقول لك بقى من ضمن الكاب كوز هي هي هو من ايه هو من كاب يلا بقى الكومنت على هو من كاب هيكون الكومنت ايه غير البروكسيزم الستيج ها اوف هو من كاب بكون مطمئن جدا 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 ليه ليه حتى انتوا فاكرين الفيديو مثلا يلا نروح على شويه بيجي العام اهوت بيجي العيان عنده ايه عنده سيفير عم بدل كده عنده عنده اربع عضلات تمام تمام في طب اعمل اعلان ماشي ابص يا جماعه بقول اهوت ها اوكي العام عنده سيفير سيفير اسبازموتيك سيفير اسبازموتيك سيريس او باوت الفيديو انت فاكره بين دي يا فكر بين دي بي هوب اور 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 مومنتنج كل ده الصوت الواد ده ان امه كده بتخش كده على ايه بتضغط كده فيبدا يكح 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 كده والام راجع وتقوم تطبع عليه كده ومسابيه ينام ويمشي اكيد الكل فاكر الحاجات دي الكل بيتكسف منها وبعدها العيان دوت وقت الاتاك عنده ايه وقت الاتاك فكر فيديو وقت الاتاك راح بيرتبل منين من هيبوكسيا ده انا عايز يا جماعه والثالثه تكتبوا ليه لان انا لما هاجيها ان شاء الله ورق اكتب ده سبور هلاقي كل فاكر من الـ من الـ من الفيديو اللي هكتبه بالمره كده بقى هنا كده في جملتين جملتين عوضناهم عشان الفيديو مثلا زي ان العيان بيجي العيان ده وعنده ايه وعنده ليفوسايتوزس معظمها ليفوسايتوزس واحد حاجه ثانيه ان العيان ده عنده كومبليكيشنز زي نمونيا ها زي انفيزيما زي كولابس زي انتراكرينيال هيموريج كل اللي قاعدين معظمهم النهارده امتحنوا طبعا كلهم قاعدين امتحنوا مؤخرا بجد وكل فاكر كويس قوي قوي ان كان في كده جمل ممكن تيجي على الفيديو مين بيجي بعضكم بيكون امتحن على فيديو بيرتسس ومين بيجي كان الجمله بتاعته اللي مثلا زي العيان ده بيبقى عنده ليمفوسايتوز العيان ده ممكن يجي العيان بكونفرجن لان عنده ممكن يجي له هامرج ممكن حتى يكون فاض حتى من الهيبوكسيا تنصب ليه الامتحان الريتن ما تبصش فدي صح وما نعمل ايه بقى لا يوم ما ناخد مع بعض الكاف روزز اقول لك لا اكتب في قدام الكاف معايا الثلاث صور دول ليه عشان اجي هنا كده واقوم قال بصفحه بسرعه قلبها وشه ده خلاص يلا بقى الفيفر بقى الفيفر جريز الفيفر ايه جريز يمكن نمسك فيه يمكن ما جاتش خلاص اللي هي يعني ماي فيفر من كام لكام مودرن فيفر هاي فيفر هايبرباريسيا اخرب صراحه الدافع الثاني يعني هي هايبرباريسيا انت قول العيان ده عنده هايبرباريسيا لما يجي العيان عنده فيفر اكتر من 41 سنت في اليوم يعني احنا صار الاس كيو طب يوم الريتن انا عم انا عندي يوم ونص قبل الاس كيو ربنا يحلها بقى ما تقراش الريتن طب باقي الصفحه كلها مش عايزها كلها ريتن انما بقى كده في بصراحه دياجرام عايز شويه عايز عشان بس كده ايه اتكلم عليه شويه الدياجرام دوت هو اللي بينور لي شويه الفيفر بيخلي كده اعرف هو هيتكلم على ايه لكن معايا انا 10 معاك النهارده معظم الفيفر معظمها حاجه دلوقتي الفيفر بنقسمها مجموعتين بيرد على ايه بيرد على الديوريشن قصدي بيرد على السؤال ده قولي لي يا ماما ابنك عنده سخونيه بقاله كام يوم؟ ده سؤال اول سؤال دكتور ابني سخن بقاله قد ايه؟ طيب دكتور ابني سخن بقاله يومين ثلاثه اربعه اقل من اسبوع ايوه دي بنسميها شورت فيفر لا ده لا ابني سخن بقاله اكتر من اسبوعين دي بنسميها ايه؟ بنسميها بالنقط فيفر
إذن أول تقسيمة النهاردة هي عنوانين شورت فيفر نمرة واحد نمرة اثنين برونكيت إيه فيفر حلو جدا جدا طيب طلع إيه شورت فيفر تاني سؤال بقى احكي هو ابنك عنده أعراض إيه غير سخونية يعني مع سؤالين منطقيين جدا جدا طيب بدأت تقول لي ها بدأت تقول لي أعراض معينة معايا الأعراض دي لما سمعتها بدأت أستنتج إيه؟ أستنتج هي الفوكس فين؟ إيه الفوكس؟ يعني الإنفكشن فوكس فين؟ معايا؟ ليه بي؟ قالت لي أعراض كده، قالت لي عنده خليك معايا في الدايناميكس، قالت لي مثلا زي اللي هو عنده سويس ثرو، قلت ده عنده فرنجايتس، قالت لي اللي هو عنده مثلا زي اللي هو قلت ده عنده برونكايتس، قالت لي ده عنده حرقان في البوكس سبايتس، قالت لي أعراض كده، أنا حسيت منها إن ابنها عنده سيمبل إنفكشن. انفكشن بسيطة. أنا ليه دي قالت لي أعراض ها أي نعم عرفت في الفوكس كانتكت إنها انفكشن سيريس إزاي؟ قالت لي مثلا زي ده ابني عنده مع السخونية كونفلجنس وبص كونفلجنس مع محمد كونفلجنس وإنكريس تنشن وإنرجي قلت لا 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 دي منظرها إيه دي منظرها مننجايت أو منظرها إنكفرايت وغيره أنا قصدي تاني تقسيمة هي الانفكشن دي هي فيها أعراض ولا مالهاش أعراض؟ بلغة أخرى في ولا مفيش لوكالايزنج سيمبتوم مصاعين ماشي ولا أي بقى إيه ده على فكرة هو ما عندوش حاجة خالص غير إيه غير الفيفر سخونية بس 100% بقى وقتها هو يا ترى إيه ده يا ترى السخونية دي إحنا لسه بقى فين لسه في أول البيبيليا ولا في البكتيريميا ولا لا قدر الله فين ولا لا قدر الله في السيفيسينيا لسه إذا ما لسه زي ما بروبلي فيفر إيه لا دي تفرق جدا جدا تفرق في ايه؟ في الدينر كوز قد يكون نمره واحد انفكشنز نمره اثنين روماتيك ديزيز ثلاثه مالجنسي نقط بقى شويه مين خد باله؟ شورت فيفر دائما انفكشنز بص اهي انفكشن هنا انفكشن واشياء اخرى لاحظتوها؟ اثنين مين اللي كومن؟ طبعا مين اللي كومن؟ حد في الدنيا ما جالوش على الاقل ديت في حد في العالم ما جالوش ديت ها مش ممكن الثاني يعني البشر يعني ولا هي طبعا دي كومن على الاطلاق انما ديت ليس ايه ليس كومن طب مين السيريس لا انت كده حرفين بقى كده حرفين الايه لما تقولي بقى سيريس هقول لك طب ما هنا في سيبتسيميا قد تكون فيتال وهنا في لوكيميا ربنا يعني ايه ربنا يعني ايه يعافينا جميعا اذا قصه تامين اخطر دي بقى ممكن نقول الديبند على ايه على الفلوس خلاص طبعا لسه قدامك اهو في الفيديو هو ناوي يشرح ايه هو النهارده في الحصه النهارده ركز على ايه واضح جدا ان انا النهارده الفيفر شايفها هي الطاقه انا قلت اول حصه يا جماعه على مستوى الراش قلتوا لي كذا ماشي اوكي انا على مستوى الشابتر لا طبعا لا اكيد الفكره دي هتلاقي فيها النهارده بلاوي يلا هو هيشرح ايه؟ هو قال كده من المجموعه دي كده من هذه المجموعه اي كلمه في السبتسينيا از فيري امبورتنت السبتسينيا من اول كلمه لاخرها ماشي نمره اثنين بلوك فيفر من اول كلمه اول ديفينيشن لغايه اخرها دول هم اللي في الامتحان عليهم العين ودول هم الاسئله يا جماعه بصوا بقول ايه دول هم الاسئله خير ايوه سبع صبحية نسوا على الراوند بياخدوا باقي الامرجنسي. اخر حصة تحت ان شاء الله. ان شاء الله تحت. لا معرفة المرتبة خلاص. بس في عمل الساعة ونص بكرة. ان شاء الله انا هديك مشاكل كتير. لا انت ليش عارف. ده حبيت تيجي شوف وحياة اخر حصة انت تفضل. ليش شهر؟ لا ده في دي. ان شاء الله. او في ثلاث ساعات ونص ماشي. يا شباب. يبقى هو هيشرح السكيل التفصيل وبروك سيجر بس دي كلمه الاول شويه دي الاسئله التراديشنال يعني ايه؟ الاسئله في الامتحان جت 5000 مره بس يا جماعه هنا برضه هقف واحطها شويه خلاص؟ يلا بعد بقى اول صفحه صفحه ده كتاب او معكتب يعني صفحه كام؟ اللي هي هل ممكن اسال سؤال يحصل يقول لي ايه الكوز اوف شورت فيفر؟ قول لي شو طبعا مش ممكن يقول لي فيفر كوز يبقى اتجنن ليه ده يعني يوم يقول لي
بقول له في فركوز يبقى كده هتبقى السؤال مش ممكن يعرض مش ممكن. طب افترض اهو كان ممكن يقول لي ايه الكوز او شورت فيفر بصراحه يا جماعه لم يحدث قبل كده دي كتير جدا جدا ايه الكوزز اوف الروج فيفر دي مليون مره. طيب ماشي هقف معاك معلش احتياطي في السؤال ده واقول لك في ورقه زوده احتياطي ايه السؤال ده كوزز اوف شورت فيفر هذا السؤال هو مين بقى كده يفكر معايا causes of short fever هبدأ السؤال بجملة واحدة بس شيك أو short fever is fever less than one week خلص طول شيك أو إيه ما اخدتش وقت في الامتحان بعدها بقى بقول إنها ممكن تكون short fever without focus أو stress focus أو without focus طب يلا with focus maybe تكون mild infections او ممكن تكون serious تحت المايلد حط example خلاص بقت هبل قوي ليه انت خدتها في الكورس وعرفت 100 مره example زي ايه اول example ايه upper tract infections زي pharyngitis media bronchitis نمرة 2 حط ايه حط مثلا زي GIT زي مثلا gastroenteritis حط urinary زي cystitis اللي فيها dysuria وحط نفس يعني اكزامبل انت حاطط زي اسمك. طب هنا كده حاطط ايه؟ هنا حاطط نمره واحد اول بي نيمونيا. قدام النيمونيا عمل كومنت انت عارفه زي اسمك. دلوقتي اقول لك نيمونيا ايه؟ كل نيمونيا عيان عنده بي بي عنده ستريس وعنده برونكال بريدنج وعنده كريبيتيشن خلاص ماشي. بعدها حاطط ايه؟ بايو نيفرايتس. هيكون ايه غير عيان جاي عنده ايه؟ مين كامل عنده مين؟ اوليا او اوليا امير عنده ايه؟ عنده نايت وعنده مين؟ طب بروتايتس لسه قايلين النهارده حاجه زيها مع المقصنات عنده ابدومين ديفيوز ابدومين كبير وعنده ايه وعنده مونكس. طيب كنت احط حاجه بي 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 طب بنجايتس قلنا النهارده لو قلنا النهارده كونفرجنس هيديك بومبين ديكتاكشن خلص طب ايه يا جماعه هنا اكزامبل واضحه جدا جدا وتيك كير هنا هو مش قلقان من دي ليه هو عارف ان دي هيفرقها بمنتهى السهوله عشان عيان جاي عنده لوكاليزنج ساين عيان جاي عنده اعراض. طب هنا بقى هل يا صح هنا كده طب قايل فايلينيا سينيونشي مش ممكن لازم اعرف ليه توصل زي كل مره ثلاث سطور هتقولوا منين هتعرف هتقولوا منين غير كتير يعني اللي الصفحه الثانيه خلاص بص كده كده عملت ايه كده انا جاوبت السؤال الاولاني الاسم فوزس او شورت فيفر بس لسه يا مرة بس لسه معلق حتى فيه معلق ايه؟ معلق انا هكومنت على الفيرينيا ازاي؟ وكومنت على البكتيريا ازاي؟ وكومنت على السيمنتج كل ستوب ده يا جماعة سؤال ما جاش ولا مرة انا بختاركم. طب خلاص يلا تعالى نبص بقى على الصفحة اللي بعدها الصفحة اللي بعدها الصفحة دي اللي هي بدأ بقى يتكلم على الفيفر اللي هي وزود فوكس بدأ بقى يخش في التفرقة ما بين فيرينيا بكتيريا سيتسيس الصفحة دي في الامتحان والعقل في الامتحان في الامتحان الصفحة دي ما جاتش ولا مرة في الامتحان ما جاتش ولا ايه ولا مرة في الامتحان طب ما جاتش ليه مهمة جدا جدا ما جاتش لان الشابتر مليان اغراءات وحتى الصفحة دي حتى ظهرها مغري اكتر قصدك ايه سبسين يعني سبسين لما كل مرة كده ليجي احط حاجة هنا يقول لها ليه سبسين احسن اكتر والمركزي لا يا جماعه ما اقدرش اكتبها من غير ما احط فيها سؤال ها ولو حتى سؤال مقترح دي الحصه الثالثه يعني على الثالثه يعني في المراجعه تبع اقتراح سؤال والكل اسمع اقتراح سؤال ايه بقى موضوع اقتراحنا سؤال دكتور ليه ناقص اقتراحات لا نقف بقى فيها شويه قدام الكلمه دي كلمه اقتراحنا سؤال معايا معاكم امتحان اخر امتحان دور اول حطام اخر امتحان دور اول حطام معايا 2012 وانا حاطط خط تحت سؤالين بص اهو حاطط خط تحت سؤالين ها ما جوش في التاريخ ولا مره خلاص معايا منهم السؤال ده سؤال اللي هو الطالب بقى عايزين يفكر اللي هو الامتحان مثلا زي عايز انا قدامي الزمه 9 اللي هو discuss the French diagnosis معايا في ايه يا جماعه؟ All four children
with anemia and negative. ده ما جاش ولا مرة. نفس الامتحان جه سؤال دوت خلاص رقم 5 describe the clinical consequences. طالب قاعد ايه consequences دي او portal potential معايا. الامتحان دوت اكتر امتحان دوت رجع قال الامتحان ايه يا جماعه ده حتى الاطفال كمان مش كفايه النساء اللي في مهندس ده طبعا اساسي بس في وقتها كانوا جعانين ليه لان احنا ما كناش هناك متضررين كده ما ينفعش الاطفال كمان تجيب سؤالين اقعد جوه اللجنه افكر فيهم. ولهذا لما اجي بقى معاه سؤال لما انا اجي في مراجعه كده واقول لك معلش انا عارف حتى البلد خلاص وانا اسئله اصلا كتيره واقول لك معلش تعالى ولا اقترح سؤال ما بيستعجلني بالضبط كده ايشو مهم جدا 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 الصفحه كلها ينفع فيها مبنيه على كده يفرق ازاي بين فيرينيا اند بكتيريا فرصه يبقى اذا لما اجي اقول المراجعه اقول لك بقترح سؤال تعرف ان هو مش للتسليه ولا للشور يبقى انا لو انا كده احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ ابص على اخر امتحان ابص على ايه كده؟ واقول دي كده دي بتجدد دي مش مدمنه بأصناف الثور وابدا اشرح فهبضع ظروف الآتي كل مرة أقول لك سؤال ممكن يفتح بالصيغة دي أو دي أو دي ما تعش مني ما بقوله هو من الاثنين الصفحة المهمة زي كده يقول لك لا نقف فيها شوية شوف ممكن يفتح فيه. طب يلا لو جه سؤال وقال لك إزاي أفرق بين فيرينيا أند بكتيريا ماشي يوم بقى طارق يهتز كده شوية يقول لي إيه يقول لي أنا أفرق بالتيبل ماشي يلا فرق بالتيبل فقال لي فيرينيا بكتيرينيا وقال لي مش عارف الفيرينيا هيكون فيها فيفر مايل تو مودريت عكس البكتيرينيا هيكون فيها هاي فيفر الفيرينيا هيكون فيها عيان جاي جنرالي فير انما بكتيرينيا جنرالي فير الكلام ده قد يقبل ان شاء الله في الامتحان يقبل ارجع انت حتى ما ينفعش تقول لي جنرالي سكيل او جنرالي فير جنرالي فير عايز ايه اكيد عاملين عدوي اكيد منتهى الشياكه فيها سؤال ثلاثة كده أنا بقول له إن الـ differentiation between فيرينيا and بكتيريا بيزد على إيه؟ بيزد على what's called clinical and clinical assessment معايا؟ إيه هو دي؟ clinical scale مش أنا بحطه ده مشهور جدا في كل الكتب الكبيرة خالص clinical scale for assessment وأقول إن أنا بفرق clinically عشان خاطر أقول للعيان دوت أقول للعيان generally fair ولا generally bad ولا generally very bad أنا ببص على حاجة الحاجات ايه الحاجات دي؟ دي مش عايز تتضرب بس اسمها الايه؟ ففي كلام الايه والاي والار ار حاسس الايه الادفايس ايه الاكتيفيتي؟ ار رياكشن تو سوشيال ستيميشن رياكشن تو بيرد ستيميشن اي اي ار ار وبعدها السي قول لي كده العيان اول سي الكوتش تابل خلاص وتي وثاني سي الكالر والابيرنس وثالث سي الكراي كواليتي فول ستوب حلو كده قوي عليك بعدها بقى انت بقى قول لي وقتها بقى يوم ما تقول لي في الجدول ان العيان اللي عنده فيتامين ده هيكون جنرالي فير هقول انا فاهم قصدك ايه هو عنده فير ابيتايت وعنده فير ابيرنس خلاص ومعايا كده والعيان جاي كونشس اتسترا خلاص يبقى اول جزئيه اهوت الفيفر فرق بين الاثنين جنرال كونديشنز واللي بعمل لها بقرر منين من الحاجات دي كلها بعدها التفرقه بقى بايه؟ التفرقه في الانفستيجيشنز اللي القرار كتير جدا 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 زي مثلا كده ايه؟ مين كده يبص معايا يقول لي الكلام ده خدناه كام مره؟ لما يبقى عندي فيرينيا الوايت بلاد سيل كاونت ممكن يزيد انما هيكون ليس ذان 15000 معظم السيلز هتكون ليمفوسايت بعدها الدي اس ار والسي ار بي هيبقوا الدي اس ار هيبقوا نورمال او مايلد انكريز لو عايز تتاكد ممكن اعمل عيان الايزا او بي سي ار عكس البكتيريا انفكشن اللي هيجي العيان وعنده ليكوسايتوزس هتكون مور ذان 15000 هتكون معظمها بالمور واهم كلمه بانديميا كل اللي قاعد قدامي امتحن اطفال وامتحن بلاد بريشر ريبورتس وعارف كويس قوي قوي معنى كلمه بانديميا اكتر من 10% معايا ولا مش معايا تمام؟
وبعدها لو عايز بقى كونفيرم ابدا اعمل تعمل اكيوت فيز رياكشن تبقى زايده. واخيرا خالص ابدا اعمل عيان كالتشر زي يورين كالتشر زي سول زي بلاد كالتشر اتسترا. بص يا جماعه خلص السؤال. الصفحه دي ما ينفعش صراحه اقفلها من غير سؤال. انها صراحه من الاخر من الاخر يعني من الاخر ايه؟ تبسي هي ايه؟ هي اللي عليها العين واللي عليها الخاطر والنيه. تبسيميا جت اخر مره من سنتين معايا، يبقى اذا يعني تيجي قوي خلاص. اخر امتحان دور اول اقرا إيه كده. اخر امتحان دور اول كان تبسيميا برضه في كده يقول لي اقرا لي سؤال امتحان الدور الاول اللي فات. كان السؤال تبسيميا، كان السؤال ايه بالظبط؟ كان السؤال تبسيميا بتاع مليونير. ما هي هي ما هي هي. اقرا إيه السؤال ده، قول لي كده يلا. بص قال لي سؤال ايه؟ كام واحده؟ نمريه 10. 10 دي لعب الطلبه. قلت لهم حرام عليك 10 ايه؟ ده انت هتشوف دلوقتي يجي 20 حاجه. وانا قلت لك عايز 10 سطور 10 فيتشرز. تعالوا مع بعض نلعب 10 اهوت شوف ال 10 ايه؟ وظريف ايه؟ الظريف في السؤال دوت كان مش بالضروره يكون الطالب قاري يعني انت سيبسس. ليه؟ لان هنا في اكثر من 15 سيمتوم وساين مشتركه بين نيونيتس والانفانسي على الدرجه السي. طب يلا نبدا بقى اول حاجه. والله اي حاجه حلوه قوي، برافو عليك. السؤال ده قول لي عليه فيتشر. ده هو احنا فوجئنا الامتحان ده. الامتحان ده يا جماعه خلاص الامتحان ده اول امتحان اطفال من مثلا اربع خمس سنين زعل الطالب الامتحان ده. هو طالب بيعمل ازاي؟ اول حاجه من سؤالين. سؤالين ايه ده داخل بقى الم نمر بعد ما دورت النساء. الحاجه الثالثه طبعا انا كنت انا شغال كده وقلت اسئله كان فيها مشاكل. السؤال بتاع التقسيم ده كتير الفكره ان عايزين تايم. مين قال عايزين اد تايم؟ في اد تايم؟ خلاص خلاص. اي ستاند خلاص اي فيتشر. فيتشر دي على ايه؟ سيمبتوم سيمبتوم تايم هيستوري كومبليكيشن اي حاجه. واشوف حد دلوقتي اتفضل. لا لا ولا وضع كده خالص ولا وضع حاجه خالص كده. كل ده كله كان من خلال الطلبه جوه الامتحان. يعني في طالب قعد بعد الامتحان قال لي الخبر ده انا قاعد فاكر انها ساين. وفي بقى قالوا ايه؟ قالوا ده هي ما عملتش كومبليكيشن. ده ساتر جدا. ده احنا كل مره ايه؟ بقول لك الكومبليكيشن دي بص نايت بالذات تبسيم. ان انت تبسيم اصلا هي تبسيم اصلا الكومبليكيشن. انت فاهم ازاي؟ ولهذا كتير بقى وقفوا وخافوا يخافوا يكتبوا حاجات كومبليكيشن. بص نصيح ليك هو عام. لما اقول لك في اي كلينيكال بيشتغل اي مرض من حقي ومن حقي اكتب من حقي لو عصت اكتب معاك كومبليكيشن. زي ما حصل النهارده في التريتمنت. النهارده تاني تريتمنت من حق مش من حقي ده اجباري ان انا لازم في التريتمنت اتعرض الى كومبليكيشن. طب خلاص يا شباب اول حاجه خالص اورجانيزم كوزنج سيبسس. اول بوينت ها اول بوينت ها ان اشهر حاجه بتعمل سيبتك شوك هي من الجوكوكال في التسيل. عارفين اسمع معايا شويه اسمه دي خبط دي حاجه النهارده قصدي يعني اخر مهمه بعدها الفاكسين هقلبها بسرعه جدا وبعدها اطلع فيه بقى انا الحصه بايه؟ بس في بقى وكلام عظيم خالص خالص هي دي معلش كده يعني اصحابي وبعدها ايه؟ موضوع يضيع على طول. اول حاجه لما السؤال ده قبل سنتين كان سؤال كده جزئين او جزء يا جماعه يعني قدموا 10 الامتحان اللي هو مش هي اللي حطاه مش جايه بروت خالص بس هو كتب الاسئله بتاعته. اول جزء اورجانيزمز كوزنج تبسيم وبعدها الكلينيكال فيتشرز اوف تبسيم. انا عايز اقل على ايه؟ على اورجانيزمز كوزنج تبسيم. واحد لو تسال على سبت الشوك فاهم واحد منهم هو ده شوكار. واحد اثنين لو تسالني على نيونيت ها فاهم حاجه ايه في نيونيت؟ اهم حاجه دايما كده نمره واحد. تبص كده استنبط كل مره نمره واحد جروب بي بيتا ستراكس وكار. اثنين يليها يعني جرام نيجاتيف انتريك بس اللاي وبعدها الاستيريا. دول هم في نيونيت اخر حاجه. ولو انت هتقرا كده معايا شويه هتلاقي نفس دول اللي هم جم فين؟ جم
انهم دول بيعملوا فينيونيت يو دي انفكشن، دول بيعملوا فينيونيت نيمونيا، دول فينيونيت جالوسيتسيميا. افتكر بس حاول تفتكر بس ما يحب الاطفال بس عارف ان الكلام ده خالص ناس. يو دي انفكشن نيمونيا منجايتس، دي مواضيع موجوده كده في البيت. وهتقسم اورجانيزمز على حسب يونيت انفانتس في اليونيت يو كلهم كان نفس الاستاندرد. يبدا بي جروب بي بيتا ثلاث واحد نمره اثنين، بعدها يبدا بي الجرام دي الجرام نيجاتيف ايه الجرام نيجاتيف انتريك بس اللايف خلاص. بعدها يا جماعه الستار ويف هنا ما بقاش حاجه صراحه. انا صراحه بقى انا بقى عايز صراحه ازود حاجه لو انتهى من ثلاث سنين ها وبزودها ايه بزودها النهارده. ما بقاش يا جماعه ايه اللي بيعمل سينيا بيوند ذا نيونيت ما بقاش اكتب معايا يا خلاص بيوند ما بعد يونيتر بيريز. مين بيعمل بقى؟ يلا عايز حد يقول لي اكزامبل اورجانيزم مشهوره جدا جدا ممكن تعمل سيبسيميا بيوند يونيتر بيريز. يلا واحد قول يلا هايله حقيقي جدا 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 ان قد ستاف راح اكتب ستاف راح ضرب الدور الثاني اثنين اوكس نفروانس موكس نفروانس خلاص. انت كمان الستيري او حتى الستيري الستيري عشان تاني لو ما كانش كوبري تحت معايا بس الستيريا الستيريا مونو سايتوجينيس الستيريا الستيريا خلاص بس فرصة هذا الكلام انت زودته مش زودته اهو زودته هتلاقيه مكتوب في النوتس كمان خمس دقايق انت مش شايفه. يلا خلاص يلا بس سؤال بقى يلا قول لي يلا الكلينيكال بيكشر سيبسيميا ده اي بسرعه يعني المينينجوكوكاي دي بشكل عام فيهم كلهم بشكل عام فيهم كلهم خلاص. وان كان اخوك قول لي يلا وان كان هي اوريدي ما هياش كمان فين في نيونيز خلاص مينينجوكاي. طيب يلا بقى نشوف بقى الكلينيكال بيكشر اوف سيبسيميا. السؤال الرسمي ها لشكل انفكشن هيستوري اكزامينيشن هيستوري اكزامينيشن هيستوري اف 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 وايه؟ واتش اتش عايز اف بص لك ايه؟ فيفر فيفر اور مي بي هايبر باركسي الفيفر اف الثاني خلاص يقول لك ايه؟ فيدنج فيدنج السبور والعيان والعيان عنده كمان ممضي. انا كده هعملها يا جماعه كده وكانها كده وكانها زي بيت شعر يعني كده هتقرا كل واحده ببدا بجمله واقول لك ايه؟ ومين ده بدرجه معينه واقول لك والعيان ممكن يجي بالاسوء منه. طيب على مستوى الاتش اتش هيستوري هيستوري ما هو لسه انت لسه قايل النهارده ان الاورجانيزم دي جت مع اليو تي انفكشن جت مع النيمونيا جت مع عايز تقول ايه؟ طب ما ممكن جدا تكون القصه اوريدي كانت بدا از نيمونيا او از انجايتس جت حصل سبريد اوف ستيم ولا از مين ممكن يجي العيان ده وعنده هيستوري اوف بريسيفنج انفكشن زي النيمونيا زي انجايتس زي اس او ايفر. ايش تاني؟ يعني ايه اللي يخلي البيبي ده يجيله سيبسيميا وده لا؟ ما هو فكر هل العيان ده عنده ما عندوش اي هيستوري اوف اي كونديشن تخليه يجيله كومبرمايز زي مثلا ازاي؟ فكره في الانيميا زي مثلا ازاي يكون عنده ميد ديفيشنسي فول ستوب. وفي الكير مثل هذه المواضيع انا بكونزرف فيها تماما بكونزرف ازاي؟ يعني بكون مراعي الصور جاي ايه وطبعا بحب ازود اه بس ازود باحساس كل الكلام ده كله موجود في الاسعار خلاص. نيجي بقى دي اكزامينيشن اهم بكلمه عايزها يوسف كلمه ريز كلمه ايه؟ فيري فيري باد فيري باد جنرال كونديشنز تحطها لي ليه؟ دي كده اللي هي تلخص كل اللي انت هتقول تحتها دلوقتي عارفين دي كده لما اقولها خلاص حتى لو في حاجه هنا كده بتفتح تحت دوت الطالب دوت يعني عارف كويس قوي ان العيان ده جاي في اسوء حالاته. يلا بعدها بقى الابيرنس ايه الجمل دي؟ الابيرنس ايه؟ الابيرنس السي السي ما الحاجات دي من شويه لكن حطها لي في الجنرال سكيل بتاع الانفكشن يعني لما كان بيقول لي افرق ازاي بين فيالين بكتيريا السيمي اتسترا. نمرة واحد اهوت الابيرنس فيري ال فيري ال توكسيك ميزربل انت قلت خلاص عيان فيري باد جنرال كونديشن. بعدها الكونشس ايرور بص بقى
ليترجي ليترجي وميلي انكونشس بص على الكرب كرب فين ميلي كمان عنده بيربوريك ايرابشنز وحط لي 50 دايره على مين على بيربوريك ايرابشنز 50 دايره عليه. قلت في الكورس معاكم الجمله دي يا جماعه اي عيان عنده فيفر اند بيربوريك ايرابشن فيفر وفيفر معناها العيان ده عنده مصيبه سوداء صح ولا صح؟ خرجنا هنيجي حالا بسؤال مهم جدا جدا يقول لك بقى يلا قول لي بقى بوجه عام ايه الحاجات اللي بتعمل فيفر مع بيرفا سؤال مهم جدا هيجي معانا دلوقتي بس لسه هم معاك تدرسين شوف كولد اكستريمز وميبي قص لي كمان مصري للاسف انا شويه وبعدها اللي العام ده بيجي العيان دي كومبليكيشنز على مستوى كتير ناس فوكس كيفالوباسي باثولوجيكال بقى اللي كلها بتقول في الكورس كلها تجمعها في الكورس الاكيوت انيميا تجميع فيها سيبتسيميا وبعدين الاكيوت ثرومبوسيتوبينيا تجميع فيها سيبتسيميا وبعدها الدي اي سي طبعا سيبتسيميا يعني عيب قوي بصراحه انسى الحاجات دي في حياتي. اخيرا خالص اذرز اذرز بقى ليه اللي هي اس 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 حيث اس معقول انسى سبت شوك سبت كرينال فيجر خلاص معقول انسى سكليرودرما عيب ايه اللي يجي 20 يعني اللي بينكم الطلبه يعني بتاع والله حاجه بتاع اللي هو احتاج 10 فيتشرز. بص بقى كان مين كان بيسالني شويه بص يا كده انا في الامتحان من حقي اعمل كده من حقي بس انا مش هعمل كده انا مش هستهبل الامتحان بس هو كان فاهم بص اهوت افهم ازاي يعني بص اهوت خلاص نمره واحد اهوت هقول ايه؟ هقول فيفر اور هايبر اكس بدل واحد نمره اثنين فيدنج سبور بص اهو سبور سبور فيدنج هتستهبل اهو ده لازم ممكن انا بص لا انا مش هعمل كده انا مش هعمل بس حقي على فكره وصعب من اصلا هو وانت يعني هو حافظ كتابي ابدا ما هو دي حاجه ودي حاجه انما يعني هو يسيبهم ابو مكان خلاص وبعدها توكسيك ابييرنس دي صراحه يعني هقول لك لا يعني هي كده اسمها ابييرنس على بعضها انما بعدها بقى ليثارجي ليثارجي انكونشس من حق احط ليثارجي واحده ومن حق احط ان العيان انكونشس واحده دي حقيقي فعلا هنا كده بير واحده شور بير واحده وفيرفرا واحده ثانيه حاجه ثانيه كورت اكسبيرنس واحده وشور مودرنج واحده ثانيه شور وبعدها السين اس بقى ماشي خلاص انكفالوبسي انما شور انيميا واحده خلاص انهار وشور دي اي سي واحده كمان وشور ثرومبوسيتوبينيا اللي هي بتفرق دي معناها كمان على مستوى اللاف فاينس كمان حاجه ثانيه كمان لما قلت لي بقى سبتك شوك طبعا دي واحده سبتك رينال فير واحده كمان سكرين دير واحده كمان انا جماعه كده قلت فوق ال 10 بكتير جدا انت عارفين كمان بقى انت عارفه كمان انا بس عايز اعرف سؤال تاني لو هي ما قالتش انيومريت 10 كلينيكال فيتشرز في السؤال من حق احط معاها كمان انفستيجيشنز مين يرى السؤال؟ كان السؤال بيقول ايه؟ بيقول 10 ايه؟ 10 ايه؟ 10 هي كده هي كده انا كده محاصر بكريتيريا حصلت قال 10 فيتشرز او 10 كرايتيريا وقتها بقى اخش على اللاب ماشي فهمت ماشي خلاص دخلنا بقى على ايه؟ بقى لسه السؤال بيخلص اهو لسه خلاص خلاص لا تعال نشوف بقى السؤال قبل كده السؤال بايه؟ بس شكرا قبل كده مره زمان اتسال السؤال بصيغه ايه؟ بصيغه ايه؟ بصيغه مانجمنت اوف كريتيكين ماشي لو بصراحه بقى قالت بقى مانجمنت يبقى وقتها كل اللي قلته من شويه في كلينيكال فيتشر بلس انفستيجيشن بلس تريتمنت دعونا نجاوب هذا السؤال. واحد كلينيكال فيتشر خلاص خلصناها. نمره اثنين انفستيجيشن ها؟ هقولها بسرعه جدا طبعا بلاد فيكشر ها؟ ليوكوسايتوزس اكثر من 15,000 اور ليكوبينيا وبانتر ريشو اكثر من 10 اكثر من 10 ايه؟ عايز اعرف فاكين بلد ريبورتس بيجي لعيان في عنده اكثر من 20% فانترز وغيرها وبعدها الاي اس ار والسي ار بي وبعدين وبعدها كالتشر بلاد يورين سي اس اف طبعا سي اس اف كالتشر وخد السواب وشفت التراي ده يا جماعه بص اقرا كده اسمه ايه؟ اسمه سيبتك سكرين اوقات بيسيب كوره الاول اقول لك سيبتك سكرين عارف بقى قصدي ايه؟ يبقى قصدي ايه هي اللابس اللي بعملها عشان اقول للعيان دوت تايمينيا ولا بكتيريميا
ولا 6 سي دي. اخيرا بقى نيجي بقى دي نيجي دي التريتمنت. تعالى بقى شويه تكتيك بقى وانا اتغير بسرعه. فيديو ايه؟ مش النهارده مش النهارده. مع ان يا دول ان شاء الله حتى الاسبوع الجاي ان شاء الله. انا في النهايه انا بقى اقول لك ايه؟ لازم برضه اقول لك بقى اقول لك بطريقه كده اقول لك اقول لك جدي جدي اكتبي لي لحظه حاجه كل الفيتشر مش فارق صراحه من مش فارق معايا؟ متتابع المره الجايه يا ابني. يا كده ما تنكرش كده اقول لك لو سالت يونيت احب احط حبه فيتشرز تخص اليونيت. زي مثلا زي ابنيا. مثلا زي برلونج برافو عليكي هايبوثيرميا شاطر خالص جون برافو عليك فعلا صح. مثلا كده ايه يعني مثلا ديستنشن. وان كان في النهايه انت لاحظت حاجه لما السؤال جه في اليونيت لقيتك وقال ادي 10 ايه 10 فينفع ده. وبالتالي انا اقول اهو مش هذاكر سيميا مفاضلين لا هذاكر سيميا في حته واحده بس هتبقى ايه هتبقى غالبا ايه وهنضيف بس على كلمه كده لان ده كان تلاقي نفسي الكلام اتكرر بالملي خلاص يلا خش على ايه؟ خش على التريتمنت وخليك بقى معايا شويه فين؟ معايا شويه في التريتمنت. طبعا ده يعني لو قال لي لو انا عايز اتاكد زي الكلام معايا يعني يعني من واحد العيان لازم لازم يخش مستشفى لازم وبعد ما جوه المستشفى هبدا اعمل طبعا عدد انفيجيشن وهبدا اقدم عيان انتيبيوتكس وهبدا اوبزيرف اند مانج كومبليكيشن. معايا شويه. هي يا جماعه السؤال ده في امتحان جي تي اي الطالب للاسف طبعا الطالب معذور الطالب اللي بيفتكر هنا ايه؟ بيفتكر ده كده يقول لي هذا العيان انتبيوتكس بيز على الكالشر وسنسيف تيست ويقعد يقول لي مش عارف هدي كذا وكذا 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 ويمشي خلاص نبر يا ابني نبر. طب ليه ما هو قال اهو قال اهو ما هو قال عنده عنده ازاي؟ ها؟ مين يقول لي ليه الطالب دوت نبر ياخد النبره مجرد قال لي كده عشان عشان ايه يا جماعه؟ عشان ايه اسمع اسمع صوت مش فاهم اسمع طيب ايه؟ ليه ما يحصلش ابدا ابدا؟ لينا كتير اللي هبتل كده عشان ايه هو فاهم قصدك ايه؟ عشان خاطر مش ممكن سؤال زي كده انا قاعد بقالي خمس دقايق بقول لك بلاوي سودا بقول لك دي اي سي واقف في مؤسسه الشك وبقول وانت بلاش كده وانت اوريدي عارف في هذا الشابتر ان في ايتم ثابت اسمه تريت اوف كومبليكيشنز من غير ما يجي جنبها خالص. فهنا الكتاب عمل كده قال مستشفى خلاص بعدها قال انت بوجهك وبعدها حط كده ده اللي صار مش انا اللي صار حط تو ايتمز خلاص هم اكشولي تو ايتمز يمثلوا ايه؟ يمثلوا مانجمنت اوف كومبليكيشنز. اول ايتم ايه؟ تعالى نقرا مع بعض. اول ايتم قال لك ايه؟ قال لك فلويدز او فلويدز فلويدز to correct hypovolemia. لو حد يقول لي هو في فوليوم لوس في فوليوم لوس جوه العيان لما حصل سيميا بيحصل لوس دايليشن بيحصل بلاد بولينج ولهذا العيان ده يا جماعه بيعامل كانه عنده هايبوفوليميا العيان ده وقال بقى وبعدها بقى باقي الحاجات بقى ايه باقي الحاجات غير غير الفوليوم يعني يا اخي مش ممكن عندي مثلا مثلا فريش بلاد بس سيميا ده دي اي سي مثلا ليسف طيب غير كده كمان مش العيان دوت ممكن يتوكسن دي ده وارد جدا جدا كمان ثم اثر على الميكارديوم اللي عندهم يا جماعه سبتك شوك دولت انا بديهم فيز ستروك انتروبس بدا ينفع ايه على اخر جزئيه خالص اللي هي ايه اللي هي اللي هي السيركيلاتوري سبورت من ايه عشان بس وقت افصل الناس بس نظره ان هنا هنا ما ينفعش الكلام ده كده ابص له كده واقوم رني خالص. لو انت عايز تخ في حد طلب قال لي اعملها كده قلت له ازاي؟ قال لي هعملها ده باقي الشابتر ازاي؟ قال لي واحد اهو واحد طبعا بريفنشن هبريفنت ايه؟ قال اهو سبورتيف تريتمنت اثنين سبيسيفيك تريتمنت ثلاثه التريتمنت اوف كومبليكيشن والله كويس جدا 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 خلاص؟ هنا كده الانتي هات بقى العيان انتي بيوتكس ايه وهديها مش عارف وكومباين ومش عارف مده اسبوعين الى اخر القصه. وهنا بقى بدا يقول مثلا زي لو مثلا زي شوك هعمل كذا فطبعا انا بقول الحاجات دي بخاف على الطالب ليه؟ لان دي عايزه انا اقفلها لك. فيعني لو انت عايز تعمل كده براحتك، لو انت عايز زي النوت كاتباها كده بس تراعي جدا ان دي اول مره اقعد في الوقفه ديت على موضوع كوميونيكيشن. ليه؟ لان السيميا نفسها انت ما قلتش ما قلتش حاجه جديده، قلت بي اي سي. خلاص؟ انت قلت سبتك شوك، قلت سبتك رينال فيلير. مفهوم؟ طب خلاص ماشي. اخر بقى سؤال بقى. دكتور معلش يعني نجرب ايه؟ نكتب العنوان بس. اللي في النوتس اكتبه. بس زي النص خلاص
تحس ان انت مش عارف هو ايه فين الفيتشر اللي فيه كل الكومبليكيشن وده داخل على بعضها فاهم ازاي؟ ماشي اوكي اكتب مثلا كده التريتمنت عايز صراحه قال لو انتوا عايزين كده تعليقوا ده تعليقوا ده تعليقكم خلاص يبقى جايب لك ورقه جايب لك ورقه وعارف صياغتها خلاص ورايح بقى انت تذاكر مثلا ازاي لو حصل اكيوت رينال فيلير داسز ما انت ما عايز تقول حاجه لو في سوري بعدين التيك دي اصلا كومبليكيشن زي ما حاجات خدناها في الشابتر الثاني مش بصي برضه مش من غير ان احنا مره مش عايزين اللي في الاول بيتخاح عايزين ينام لما قلت لكم وقفت معايا لما لقيته بيقول لي هعمل بيها ريبول احسن فقعدت اسمعه طول خلاص مش كذا كذا انا مش عامل انا مش فاكر مجال الشغل اللي هو يلا اللي عايز ده خالص عايزين ينام ونشيل مش سوا انا بتكلم في حته اهم حاجه ايه؟ ما ينفعش تقول لي وخلاص ابن عيان انا دلوقتي سبتش ما ينفعش مش هبقى خلاص. طيب بس ده القطع وكده بقى هتنفذ اللي عايزه ايه؟ بدي او تقعد تقول لي مثلا كونفيشن مانجمنت مش عارف بي اي سي شوك مش عارف سجلات سبورت الاكيوت انيميا اتس اب في النهايه انما لو كده ربنا ان شاء الله. فول ستوب. واضح كده ان انا هقول لك في شوك انفكشن أقول نمرة واحد إيه؟ واحد إيه؟ قول يلا واحد واضح كده عشان تعرف أعمل لهم واحد أقول تسعين واحد ده التوب بعدها هحط بعدها بقى اللي عايز تحطه بقى عايز تحط مش عايز تجد الراش عايز تحط إلى آخر آخر القصة خالص اتفضل بسرعة يعني ينفع يعني الكوميونيكيشن يعني هكتبك في الكوميونيكيشن لو في حاجات ما عرفتش لو هكتبك في الكوميونيكيشن بتاعها هكتبها خلاص إن مش يا أيمن السبب ده يعني ما ينصح يعني هو واحد شاطر قوي عشان بس هو قال انه حتى موته قال لي كفايه في النص خالص يعني من غير اي حاجه خالص لا وافتح صور لا لا صور اه وده جاد عليك يعني ده كفايه خالص اوكي لو انتوا يعني هتموتوا على كده يعني يبقى انا هجيب ورقه احسن او بقى اقعد بقى اعمل ليك بقى تكتب فيه خلاص لان انت في حاجات هتقعد تقول الحاجات اللي هتحس سبورتيف ولا عاوز اقول عليها كومبليكيشنز اصلا دي الحقيقه ما ينفعش حتى اشوف حتى من دول. لا عايز اعرف كده والله ده انا طبعا صح اللي في النص كفايه جدا السؤال اللي بعديه اقرا الورقه من الورقه الاول السؤال بيقول ايه؟ فيفر ها؟ ويز فيفر ويز ايه؟ فيفر ويز بيربولي كراش فيفر ويز بديك كراش والسؤال الخط اسمه تخين ايوه يعني ايه؟ يعني جريد ايه في الاهميه؟ في الامتحان اتسال كم مره؟ السؤال اتسال مره واحده بس. ممكن يتكرر جدا جدا جدا. تعال نشوف بقى السؤال اللي هو هكتبه قدامك وبعدين نتكلم. السؤال بيقول فيفر فيفر ويز بيتيكيال ها راش. هذا السؤال اهو. يلا بدا بايه؟ بدا يقول لك الكوزز. ايه راس معلش؟ ايه الكوزز؟ الكوزز ممكن تكون بكتيريال كوزز. أو فيرال كوزز. مين الأهم؟ الأهم أنت قلت مليون مرة. أي مع أي انفكشن الأهم هو الفيرال. بس هنا أهم بإيه؟ أهم حاجة تخضك. 20% بكتيريا كوزز و 80% فيرال كوزز. ماشي؟ موضوع واحد. طب يلا بكتيريا زي إيه؟ إيه اللي يقرا بقى زي إيه؟ اقرا اقرا. واحد اقرا بشوية. نشوف كاي وبعدها بص في رواندا وبعدها استاف وبعدها ايه ده مين دول؟ ده هم دول اللي احنا من شويه قلناهم مع مين؟ مع اورجانيزمز كوزنج ايكوزنج تيستس. مع شباب عايز تقول لي ايه؟ ما قالش حاجه غريبه يا جماعه انا لسه قايل من شويه ان من ضمن السيبسس مانيفستيشن ايه؟ هي الفيبرا وقلت لك حط على الفيبرا 5000 خط. طب ماشي كويس قوي. طب يلا بعدها وبعدها فيرال كوزز زي مين؟ فيرال كوز اي زي مثلا ثلاث مجال فيروس اي زي الانتيرو فيروسز جروب وقال كمان عندي الهيموراجيك فيفر فيروسز زي مش عارف الدنجي فيفر والبلاك ميزلز والكلام ده كده خلاص خلصت خلصت الفيرال كوزز الامتحان قال السؤال وقال الاجابه ينفع كده يا جماعه ما ينفعش ما ينفعش خالص ما ينفعش خالص خلاص وانت عايز تقول لي يلا بقى عايز حد يقول لي انا عايز اقول ايه في السؤال ده بالظبط كده
ده عباره عن سؤال تقسيم شيك، يا عباره عن سؤال تقسيم موديفاي تقسيم. وتيك كير لما اقول لك الامتحان جه قبل كده معناه ان انا مش قاعد بفكر وقال لي معناه ان احنا عايزين كده. هو حتى كده حتى اعتقد ان انا مش ممكن اكون سبتها كده في نص الناس كلها غير ما انبهها كده شويه خلاص. ان انا هنا ايه؟ اهو بدي ارد بص اهو مكتوب اهو يا جماعه مكتوب ايه؟ ايرجنت مانجمنت اهو مكتوب اهو ايرجنت مانجمنت اوف سينيا از نيدد. معناها ايه؟ ايوه طبعا طبعا طبعا. تعالى شويه اهو هنا في الاهو هتقعد تقول لي مات يعني بكتير جزء ديت بيكون العيان غالبا على سينيا ولهذا اتس فيري امبورتنت لما يجيني عيان عنده فيبر وعنده فيبرا ان انا اكسكلوسيف سينيا. هاو اكسكلوسيف سينيا؟ على قد عايز رأي يعني ابدا كده اكتب بعض التريكات في عشان تيجي بالك منها مش كلها يعني. ابدا اكتب انفستيجيشنز اكتب تريتمنت. بص اهو لو عندي وقت اكتب كل اللي قلته النهارده مع سينيا. خلاص؟ ما عنديش وقت يبقى على الاقل هقول انا ان العيان ده لما يجي لازم افحصه واشوف عنده فيتشر في ايه. لو العيان جاي عنده بص عنده اف اف العيان اف اف و اتش اتش وجاي جنرال ريبات وجاي كذا 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 وعنده مش عارف وكروس ليفل كذا وسارجيك والعيان ده هيموت سيمي والعيان ده ممكن يجي لنا وعنده كومبليكيشن زي كاس الفلوس اي اي ما هو خلاص يا جماعه هم دول قدامهم او كاسر بس السيمي. طيب مانجمنت غير الجزء دي ولا غير معاك خالص يا عم غير غير تعالى سيبه لوحده انا يهمني هي الجزئيه دي مفهوم خلاص. يبقى اذا فيفر وسبيرفرا سؤال عباره عن سينيا بس بشكل اخر تواصل للفوز من المنطقه. جه السؤال ده يا جماعه صراحه جه فتره كبيره جدا الحقيقه كانت 7 سنين يعني بعد الامتحان على طول حصل ديبيت كتير جدا على السؤال ده. ليه بقى حصل ديبيت ده ليه؟ مش فاهم ليه هنا كده لما جه السؤال ده. هو مش قصدي يعني ديبيت معناه يعني تضطر صراحه علينا لا انا قصدي يعني اتقال ان السؤال ده اجابته مش بس كده. مين يقول لي بقى قصدهم ايه؟ فنجل. او يعني نعم قول محمد قول فنجل انا قصدي انا قلت تريتمنت اللي هو بيقول كوز انا هقول تريتمنت اللي هو اصلا مستني على الكوز. انا هو مالي بتريتمنت هو معليش كوز ومانجمنت ولا كوز. بص يا شباب هل انا قلت لك السؤال ده ان كوز اوف فيفر اند ديبرم او اتش اف خلاص انا قلت لك فيفر ويز بيربوريفيش او سبيرتم. طبعا هنا بقى سؤال مثلا زي ازاي يوصل يعني مثلا لو ده سؤال ماجستير استحاله ياخد زي ما كنا هنا. ليه؟ اقول فين اللوكيميا؟ ما قلتش لوكيميا اللوكيميا فيها كير وفيها بيربرا ما قلتش مثلا لوبس ولهذا ان انا بعمل امتحان ولا لا السؤال الصح ازاي؟ السؤال الصح كده بهذا المنظر خلاص؟ ولهذا بقى انا هقول لك حاجه تعرفها وكل يقول لي انت عندك حق ان اقول لك اكتب اللوكيميا واكتب ورايا ده اسمه تهريب تظلوم تظلوم سيء قوي احنا تظلوم صعبه جدا جدا خلاص؟ انت عايز ايه؟ عايز كده بعد اكل ضروري خلاص؟ بص هي ان دي صغيره كده خالص اوكي؟ واقول كده واقول فيفر خلاص؟ اند بالفولي كراش دي اي دي بريزنت ان اي ان جنرال واحد مالجنسي زي اللوكيميا اثنين روماتيك ديزيز زي لوفس وفول ستوب. انتوا عارفين انا هنا هختار سؤال هنا كده ويكون سؤال شبه جدا اللي هي جابته اخر امتحان اللي هو السؤال اللي كان قديم مع سكرين مش كده يا جماعه. انا هقول لك بقى للفرنش موزس اوف ايه اوف فيفر اند ايه اند بيرفر في هذا لو جد لو جه السؤال بهذه الصيغه بقى ديفرنش بص بقى كده ديفرنش يا ديجنوزس معايا وقتها نو واي هتاخد حتى ثلاث ارباع منها حتى من غير ما تقول لي بقى لا ده انت لا تقول لي ده ممكن يبقى عندي فيفر مع اللوكيميا ويكون فيها بيربرا مع اللوبس يكون فيها بيربرا اتسترا. كل اللي قاعد بيقول لي يعني بيقول لي عندك حق انا متاكد كده اه عندك حق طب دكتور معلش هو دلوقتي لو سالني على الكوز انا ليه اكتب مانجمنت فين في السؤال ده بتاع كوز السؤال ده دي الفيفر كنت بتكلم عنه اتمنى ان انا يبقى السؤال كوز عارف السؤال كوز بقى ايه
بقى يعني ان هنا كده هكتب هنا اللي يجي في بالي، يعني بكومنت على الكود بس بقول والله الكود ده اخطر، والكود ده بيكون في السينيور، ولازم السينيور دي اعمل لها اكسبلوجرز، واقول حبه فيتشرز. هنا وقتها بقى اي زياده من انت مشهور ما الصيغه دي هيتكلم على فيفر ويز ويز ويز. بصوا يا جماعه تاج تاج، انا طبعا مش هشرح النهارده عشان احنا عارفين مجموعه على صغير يعني، فعارف ان هنجز اسرع. انا برضه في النهايه انا مش عايز كده اي سؤال يتساب واحنا سايبين مجال للحوار، مش عايز حوار، انا عايز فول ستوب. خلاص؟ اتوقع السؤال ازاي؟ اتوقع السؤال دوت اتوقعه ازاي؟ اتوقعه كده. شوف. اشمعنى؟ دكتور اتوقعه كده، اتوقعه كوزس. اتوقعه كده. تمام؟ لو كوزس هكتب ده. ركز تاني دي وامشي اقول لك بقى ان شاء الله ربنا يعني الدور معاك يبقى الورد يتفتح حد كويس ويكون حد كده يعني عارف ان خمسه يعني ايه فدي كده. كنت عايز ايه ده؟ عايز كومنت. اعمل كومنت. هنعمل بوزيتيف. كومنت قد ايه؟ كومنت الاستبسس. بايه؟ اللي يجي في بالك من كلينيكال بيتشرز. من انفستيجيشنز. من تريتمنت. عندك وقت عشان خاطر. عندك وقت اكتب. طبعا. ليه؟ لان هنا الكلام هنا ايه؟ مش عارف مره لغايه الامتحان يعني هتلاقي الاستاف راح وقع من دولت، هتلاقي وقع هنا كمان مثلا، ان هتلاقي السؤال كده صوفيه خبر ده كشف جريده بقى عباره عن التيم بكتيريا والتيم فيروس. فوقتها تلاقيني الامتحان اذن لك انت عارفه ان انا هنا هبص على كومنت على السين. ماشي خلاص. ضروري خلاص. هنا بقى ولا ايه؟ لو السؤال ده ايه الصيغه دي اللي هو ديفرنشال دايجنوزس او فيفر او فيفرا، وقتها هنا السؤال الهدف منه هو انك تعدد لي الاسباب كلها وكل حاجه ايه؟ السؤال صعب اللي احنا عليه صراحه صعب. بس هل لو انا برضه طبعا اقول لا متميزين، ده هو السؤال اللي جه في الامتحان ده اللي هو انيميا. السؤال يكون امتحان بالنص كده؟ ايوه يجي لك كده. كده. فيفر بتيتو ريش. يلا بقى نخش على السؤال اللي بعديه اللي هو كورس بروج فيفر نمره 2 في الاهميه بعد مين في التسعين. اول سؤال في التسعين واللي فصل، ثاني سؤال بروج فيفر واللي فصل. اول حاجه خالص هي بروج فيفر هي عباره عن فيفر فور مور ذان 14 دايز. وبعدها بيبدا يعرف لك ايه معنى فيفر اوف انون اوريجن. فيفر اوف انون اوريجن هي عباره عن بروج فيفر بشروط خاصه. اول شرط بروج فيفر ماشي، ده اول شرط. الشرط الثاني ان العيان اتاكدت ان عنده فيفر فعلا لان هون ده 14 دايز. ثلاثه ان العيان عملنا له خدناه ريجستري اكزامينيشن اند روتين انفستيجيشن هو اتش كوز معروف. وقتها بقترح ان يكون العيان ده اللي عنده هون فيفر بقترح ان اسميه فيفر مجهود المصدر لغايه ما ابدا اعمل بعد انفستيجيشن واعرف هي سببها ايه. بشرح ايه الخط الفاصل بين اف يو او وبين برونج فيفر. بلغه اخرى برونج فيفر ليه برونج فيفر وليها نون كوز. انا عارف هو ليه حرارته مطوله، انا عارف هو عنده ايه العيان ده، ما ليه يبقى عندي عيان برونج فيفر مش عارف السبب ده ايه. فوقتها هسميه اف يو او لغايه ما اعرف السبب ايه. بس خلص مفهوم؟ يلا احفظ زي اسمك. واحد انفكشنز، اثنين روماتيك ديزيز، ثلاثه سكين ديزيز، واحد انفكشن زي ايه؟ زي بكتيريا فيرال بروزيتي، بكتيريا زي سيستميك تيبوكلوزيس بروسيبلوزيس اندولوزيس. واوعى تنسى لوكالايز زي انفكتد اندوكاردايت، اوعى تنسى دي اندوكاردايتس سفرينيك اسس اي هيدن اسس معايا شباب. وبعدها فيروس زي ايبستاين بار سي بي دي فيروس بارازيتيك زي بيستر لارفا مايجرانس زي توكسيك بلازموزيس معايا مع روماتيك زي ضفلي عروماتيك كواساكي ديزيز ديف عروماتيك كواساكي ديزيز ديف عروماتيك. حد يقول لك هيرطنا مش انا هيرط هو اللي مخيرنا. شوف هو خلاص دلوقتي بقى بيتحط عروماتيك بس من الفيروس بيبقى فيه كده فيرال انفكشن قبليه ثريدري
هيتحط هنا شوية شوية فبالتالي حاططه مع الرش وحاطط النهاردة هو مع ايه؟ مع بلوند فيبر بريتنسي زي لوكيميا لنفوما دينو البلاستوما وزودت كمان دراجز بصار بزود كمان دراجز لما اربعة دراجز في دراجز مشهورة مع قمنا تعمل كيبر زي مثلا أفروبين مثلا انت كان بيعمل راينس ستيشن هذا السؤال مش جدا جيد شوف بقى عشان ما حدش بعد انا ده متخرج يعني لو السؤال جه حلو قوي عليك كده غير ولا زياده مش معنى مره تقول لي كومنت مره تقول لا كومنت هنا على ايه وعلى ايه السؤال شنو جه ما هو لو ده مش فاكر كومنت على الكومنت لما كانت طبعا اثنين فيروس وده ده خلاص كده كتير يعني فوقتها عندي السؤال ده لا 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 على على مثلا في مثلا تي في عايز اكتب كلمه على تايفويد فيفر ما اعرفش مين يعني مثلا كلمه على اندوكاردايتس وكلمه على مثلا ايبشتاين بار وكلمه على كواساكي وكلمه على مثلا سيميتروبس وكلمه روماتويد وكلمه وكلمه على الجين لا روماتويد عارف بس بص بتاع كمان اكزوستنج عليه جدا جدا وانا اقول لك يعني شيك قوي ايوه انا ابدا هو شيك لما ادور كلمتين بس مثلا ثلاث كلمات ابدا سؤال مثلا تعريف ديفينيشن وفي النهايه الكنترول هو اللي حاكم السؤال الصح كده فول ستوب ماشي اوكي يا ليه عشان اقطع عليك الاجتهاد هو الحصه في البيت زي ما عمل كده انا هعمل كده ما احفظش انا واقف معاك في الكورس عند كل صفحه وكل سؤال بقول السؤال حل ازاي خلاص يلا السؤال ده ينفع ينفع جدا مانجمنت اوفر لونج سيفر عيبه ايه الطول بتاعه حجمه طالما المانجمنت معناها انا كده بتكلم على ايه على على الدايجنوزس بتكلم على الانفستيجيشن بتكلم على التريتمنت لان في النهايه برضه ما ينفعش من غير ايه من غير ما اعدي عليه لونج سيفر مانجمنت السؤال مهم السؤال مهم واحد نمره واحد اول كلمه ايه اول كلمه هو ممكن احطها احنا بنسميها يعني initial management fever document متأكد ان العيان ده فعلا فعلا عنده لونج فيفر ليه المشكله اوقات يجي العيان كده وتلاقي عند العيان عنده كده two shorts في برايت انس وكان ان بتوين العيان زي الفل والام فاكره ان او يعني الام معتبره ان دي كلها عباره عن وان انس طبعا لا ده عباره عن قعد في خمس ايام وبعدها بقى كويس خمس ست ايام بعدها تاخد تاني اسبوع لا ما ينفعش تقولي تاخد بقى اسبوعين ما ينفعش خالص لا او انها تقعد في حته على راسه كده كده راس دافيه طبعا لا اي حد تكون راسه قافشه شغل جسمه ده جوه تحس حتى لو انت قاعد مركز دافع في حته كده تلاقي دماغك سخنه انت قاعد مركز البلاستر باي رايح ايه؟ رايح للدماغ اكتر ده حقيقي وبالتالي فده لا طب نمره اثنين بقى نمره خد هيستوري واعمل ابحث عن عينيها وبعدين وهتبدا اعمل عيان روتين انفستيجيشن بعدها بقى ثاني مرحله بص عندي اول مرحله ثاني مرحله بقى قرر ايه؟ تعالج مستشفى ولا بيت؟ في معظم الاحوال العيان جاييني جنرالي جود خلاص كل النهارده بقى عارف يعني ايه من جنرالي جود ديت في عرف الانفكشن معناها ايه؟ ابيتاين اكتيفيتي ابييرنس كراي كواليتي كروس ليفل ريأكشن تو بيرن كده اخر حوار وبعدها السي بي سي الروتين انفستيجيشن كان وده نورمال غالبا العيان دوت عنده بيناين فايرال انفكشن وده يا عمي عدوا في البيت غير ربنا يشفيه انا قصدي اقدر اهني بقى لو انا عندي بقى عيان جاي بقى عنده ايه؟ عنده كاشكسيا بص عنده كاشكسيا ولا عنده كده نمفا نوفاسي ولا عنده توكسيك لوك ولا بدل لا 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 لوك مستشفى احسن يطلع ايه؟ احسن يطلع مريض نفسي احسن يطلع لوبس احسن يطلع اي مصيبه من المصائب الثانيه السؤال بقى في المستشفى اعمل له ايه؟ هعمل له انفستيجيشن تحفظ لي اسمك لانها بيجي في الامتحان تكون سؤال لوحدها اقول لك انفستيجيشن ان برولونج فيفر بس انفستيجيشن
diagnostic investigation of fever of unknown origin. دي نفس الكلام بقى. تقعد تقول لي بقى اعمل عيان سي بي سي اي اس ار وسي ار بي. هنا بقى هقول لك بقى يعني ايه. هقول لك يعني لو انت عايز بقى تفتح هنا تفتح ازاي. يعني مثلا اي اس ار النورمال كام، السي ار بي لو انت عايز السي ار بي النورمال كام. وان كان يا جماعه دي في كده مسج مواجهه للمرض الشاطر قوي 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 ده الصراحه مش بحب احطه في الحته دماغي قوي. بحب احط في دماغي اختار بشكل بس الشاطر قوي قوي دي هيبقى بايظ خلاص هي يعني. وبعدها مثلا تلاقي لو انت هنا حد عايز تقول ان لو كان القصه قصه فايرال انفكشن هلاقي مثلا سي بي اس ار والسي ار بي هلاقيهم وزن. لو انت عايز في كلها زيادات تخلي الورق شيك جدا جدا انما بصراحه للي بيتحملكم هيبقى حاضر في الذهن ربنا كرمه. انا الباقي كله داخل 100 100 10 10 كده ده كان معايا. بعدها طبعا ميدال تيست مونو سبوت تيست خلاص وتوليبرين تيست شيست اكس راي. لو الحاجات دي كلها مش ريفيلينج تخش على المرحله الثانيه. ليه المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه اللي فيها حاجات بقى غاليه شويه. الترا ساوند ها برضه للطالب شاطر قوي قوي. الترا ساوند الترا ساوند ليه؟ عشان خاطر الاكسكلود اي ابس زي كده. طب ايكو كارديوجرافي ايكو ليه؟ في اكسكلود ذا بريزنس اوف انتقال فيجيتيشن زي ما حصل كذا كذا. وعلى فكره باي ذا واي انا نفس السؤال دوت وانت بتدور كده بتدور فين؟ ايه الفكره؟ ممكن هنا وانا بقول الانفستيجيشن اقول بعملها ليه؟ اشمعنى؟ لان هنا انت عندك ايديولوجي قد كده. فاهم ازاي؟ ده كتير من الطلبه اتحطوا هو قالوا بعمل ايه كل ايه؟ مع ان ده مش عارف. ازاي؟ بس كل ده صعب قوي في المكان اللي لازم تدخل فيه. ايه مش عايز اضيع خمس دقايق تاني الدكتور عشان خاطر ده توقف معاها. انا النهارده ده بوقف فين؟ بوقف فيه الراجل طبعا وعنده حق طبعا. واحنا على فكره استاذ جوه الكورس ياما عدنا قلنا الكلام ده وعدنا قلنا ما تقولش كلمه غير وانت عارف بعدها هعملها ليه وهلاقي فيها ايه. انا بقول النهارده على مستوى الراجل في السؤال دوت لو انت كنت حاضر ازاي كده يبقى اقول كده قدام كل واحده بعدين يا مثلا ازاي هيف نو بايوبسي ليه؟ اف لستروما او اف مالينجنسي سسبكتد جو مارو اسبرين اف كذا سسبكتد. لكن ما عادش سؤال شيك. وعلى فكره اللي زودته انت عارفه ليه؟ ما تحافظ ايديولوجي واكيد ده كويس قوي نعمل دي ليه؟ يبقى اذا كده هنزود قدام الانفستيجيشنز كل واحده بعملها ليه؟ بص لو حبيت فرق بين في الحصه لازم اعمل وبين يستحب اشياء اظرف فرصه. لسه السؤال بيخلص لسه بيخلص. بعد ما خلص هو الانفستيجيشن بدا يتكلم عن مانجمنت. تيك كير المانجمنت دوت مانجمنت لبرلونج فيفر كمان. ازاي؟ لو يا شيخ قال لك كده برلونج فيفر مانجمنت من واحد ايه؟ طب ما دي اول حاجه هو الفيفر اتسلف عملناها ايه الفيفر ده الاول؟ نمره اثنين بقى افكر عالي وجود ازاي؟ طيب ده سؤال ده كده باراجراف ضارب في الامتحان سؤالين. اول سؤال سؤال بيتضغط بهذه الصيغه كده مانجمنت اوف برايت انفانت فول ستوب. اكتب السؤال ده في ورقتك. زود السؤال ده مانجمنت اوف برايت انفانت فول ستوب. Management of management of the bright infant. First of all, هتقول لي ايه؟ من اول لغايه الاخير. طيب لو يقول بقى بالرونج فير مانجمنت هيكون نفس الكلام ده هيتكتب مع مراعاه بس ايه؟ مع مراعاه وعن حاجه هبه جدا جدا. اكيد اكيد مش هنتكلم على علاج وبزيفر. اكيد يعني. أنا شفت الكلام ده ازاي؟ هو يعني برضه حاسس ان ممكن الطلبه ما بتستوعبوش. لو بيقول لي مانجمنت اوف براند انفانت فول ستوب. ما تجيبش الكلام ده لو شورت. تعالي شورت. 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 بص اهوت بقول لك لو جالك انفنت اسمها مانجمنت اوف فبراير انفنت تعمل ايه؟ عايز تخرج اه هيكتب
كل مجهود انت ما عندك تحت السؤال ده اصلا. معلش خلاص معايا حتى الدول ما عايز ده لو سؤال بيقول لي management of prolonged fever او بيقول لي ثواني او بيقول لي fever of another management ايوه بعد ما عدت اقول كل حاجه اقول دي investigation هاجي للتريتمنت او كاتب هتعمل فير ايه معايا واتكلم بس على يخص مين على يخص لا لا خلاص عارف مش لو في براند انفنت بنزود عليهم الانفستيجيشن لو مانجمنت لا 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 على الفاكسين advantages disadvantages و precautions
اللي هو يعني كده كلمه صغيره. وبصراحه يا جماعه بصراحه يعني هقول لك يعني ايه، هقول لك وانا حتى بتبكت كده يعني، يعني قلنا بس ايه بي اي دي بابا دي حيث بي بريبريشن ادمنستريشن بريكوشن ادفانتجز ديتا ادفانتجز. ده كده هو ده كده مكتوب منين، مكتوب منين، مكتوب في الديمو. انا بس عايز كده اطبق على بريكوشن، صب على ادفانتجز وصب على ديتا ادفانتجز. وامتى؟ عندما يكون السؤال جاي بصيغه تتحمل ان بعض الاصناف يقول لك ليه ما عملش كومنت على الفاكسين؟ يا جماعه الصيغه دي صراحه لا، يقول منشن ان سكيدول بتاع الفاكسين، قول لي يعني واضحه قوي صراحه سكيدول البروجرام يعني هو هو تايم فريم. ومع هذا دائما كده دائما انا بديك دائما انفورميشن انفورميشن. لو عندي وقت في الكيب سايت اكتب اطلع لهم مثلا 10 سطور لحاجه على كل فاكسين 3 سطور. طبعا الكلام ده قلنا كلام سهل قوي في الحاجه دي. خلص السؤال ده. طيب السؤال الثاني النون كومباتوري نون كومباتوري فاكسين مع منزليه خالص نون فاكسين منزلية تماما. ليه؟ ليه بقى كده؟ بص وقول لي منزلية ليه النون كومباتبل فاكسين؟ منزلية علشان حجمها كبير. خلاص؟ مع شباب؟ هي سؤال امتحان جاي قبل كده. طيب اقترحنا سؤال جميل جدا في المراجعة. وصراحة برضه هجيبه برضه. السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول نون تم معنا نون كومباتبل فاكسين during the first year of life. قول لي ايه الفاكسين اللي نون كومباتبل اللي بديها اول سنه. قدامك اجابه اهو بص كده وقول لي رايك فيه. مين يقول لي اللي هم النون كومباتبل فاكسين اللي بديهم في الفيرست year of life؟ ايه هم النون كومباتبل فاكسين اللي بديهم في الفيرست year of life؟ نمرة واحد، بص واحد ايه؟ واحد اهو المخنث انفلونزا فاكسين. دي مكوكل فاكسين، دول لو بتكلم على باكتيريا فاكسين. طب فايرال بقى فايرال؟ فايرال قول حد قال فايرال مين؟ روتا ايه؟ روتا فايرال. بص كده بص ايه؟ طلعوا ثلاثة فاكسين ايه في الصميم؟ يعني ثلاثة فاكسين انا متعود لو تسمع قولوا لاهليكم جدوا ايش هي فاكسين؟ فاكسين في الصليب الصليب يعني في الامتحان طبعا السؤال ده وقتي حاسس جدا جدا طبعا من غير ما اشرح طبعا اكيد هنا لازم كومنت على كل ايه على كل فاكسين فيهم. يا طوخي السؤال ارحم شويه. انا ارحم مين؟ ارحم السؤال المشهور دوت. ايه المشهور دوت؟ فاكسينيشن خلاص؟ during the first year of life. ده سؤال كبير قوي صراحه. الاثنين عارف معناها ايه؟ معناها دولت بقى الكومباتبل فاكسين. بقى سؤال ضخم صراحه انا ينفع يتسال ينفع يتسال. اذا انا يهمني جدا جدا في الفاكسين جزئيه الفيرست يير دي. الفيرست يير دي ممكن تعمل ايه؟ ان شاء الله لو سؤال سال يجي بالطريقه الكلاسيك دي اللي هي احنا الامتحان اللي هو قول لي السكادول بتاع الفاكسين ايجيبت او حط رابط التيبل وخلاص على كده انا طبعا عارف وجاهز نتيجه كمان. ايه الظريف في السؤال ده؟ ان هو من غير ما تحسه علمني حاجه. عارف علمني ايه؟ او علمني اني خلاص ماشي. اذا انت قصدك كده ان باقي النون كومباتبل فاكسين انا هاخدها افتر ذا فيرست يير. اه فعلا صح. زي كده مثلا زي فيرال فاكسين زي مين؟ فاريسيلا فاكسين افتر ذا فيرست يير. فيروس اي فاكسين افتر ذا فيرست يير. ريبيز فاكسين افتر اكسبوجر. فاهمين ازاي؟ طب بكتيريا فاكسين الدي تي فاكسين افتر 6 years. مش بكتر فاكسين افتر 2 years. اذا فعلا غير تحس كده هتلاقي السؤال ده كان معناه في الفصل اخر مره دوت مع حضراتكم يعني ظريف. خلي كده خلينا جاي بالسؤال والامتحان برضه الامتحان ايه؟ لو جه قال لي فاكسينيشن during the first year بقيت فاكر ونفصل من حظ ايه؟ ده كده اول واحد في ايه؟ في الفيرال فاكسين. دول اول اثنين فيرال فاكسين. بقى كده مش هنفهم كمان. اول واحد
تبع أول اثنين في الترم الثاني نبدأ عليه دول بتوع ايه؟ في الماتيريال ماكسيم. ماشي بقى؟ خلص برضه خلاص خلصنا الانفكشن شابتر. الحقيقة يا جماعة في حصة الـ MCQ هنقول بقى يعني الترتيب الأهمية ايه؟ وأنا صراحة مش قلقان خالص. يعني مش قلقان مثلا إن حد يقول هو قال وما جاش خالص. ازاي؟ أنا هعمل كده المرة الجاية. مع حتة الأسئلة دي أول بص أقول نمرة واحد اثنين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إيه اللي زودتوا جمع؟ ما أقول لهم حاجات كلها إيه؟ مش إيه اللي معنى غلط مثلا إزاي؟ إن أول سؤال أهو يكون في السينيا واللي في نص السين. يبقى الثاني مثلا زي بنروح الفيفر. يبقى مثلا زي الثالث مثلا زي يكون بنتيلا كومبليكيشنز. يبقى الرابع مثلا كذا. إيه اللي معنى؟ إيه ممكن كده؟ إيه اللي يجي من حاجة؟ حرية. أمين إزاي؟ معايا؟ أبيض. نيجي بقى على ايه؟ نيجي على شابتر الفكره النقوش. خلصت في جزء مش كبير خالص وهنكمل المره الجايه ان شاء الله. ان طبعا ده شابتر كامل خالص 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 اللي هو النيوتريشن. اسمعوش معايا ورقه عشان انا دكتور هو السؤال بتاع الفاكسينيشن فيرست كي ده اللي اشك ان انا اكتب له بالشهور يعني مش هيعوز كومنت اكيد على كل حاجه. لا سوري يعني اشك ان انا اقول السؤال الثاني يتاخد كذا السؤال ده اه ميشن دول ديزيو بتاع الشهر الثاني بيتاخد كذا الشهر الرابع بيتاخد كذا وكذا الشهر الثاني ده صعب قوي صعب قوي عليك هتغلط شوف كلهم قبل ما اقول هم قالوا هتغلط بص احنا عارفين شفت بس دماغي هو الامتحان اوعى تغير طريقه انت فاكر بيها بعد كده توفر عليا كوبايه ولو عرفت النص والله والله هتغلط مش هتعرف ازاي يعني هو الصح ايه انا مذاكرها بقى فاكسين صح وعارف تاخد فين افضل كده بس عارف يلا ده ايه اقول يلا بص ايه خلاص وعندي حاجات غير كومباسوري خلاص وعندي حاجات غير كومباسوري كوم افليجر اول سنه اول حاجه ايه بي سي جي يبقى بي سي جي خلاص الاول وبعدين بعدها عندي كمان دي بي تي يبقى دي بي تي وبعدها عندي بولي ماكسين ايوه بعدها بولي ماكسين وبعدها وقف وهتلاقي هنا بقى افتكر ايه؟ اه برضه هو مذاكرها قبل كده مذاكرها فيه فايرال وتيرا فاكسين فايرال روتا فايروس وتيرا فاكسين اتش اي في وقف وانا بقى اقعد بقى نعمل بقى ايه؟ اعرف كومنت على مين؟ والله على دول ودول ان شاء الله يبقى عندي وقت كومنت بعد كل واحد فيهم مع مراعاه عظمه قلت لك اكتب كل كلمه هنا وكل كلمه هنا وهقول النهارده ايه؟ السؤال ده هيكون سؤال ولهذا اقترحنا ايه؟ نون كومبالسيف فاكسين في اول سنه. بيبي يكون مثلا زي كومبالسيف فاكسين في اول سنه. التي مين ابقى جاهز؟ مين بتوع اول سنه؟ خلاص؟ حد حكم في الفصل الاخير عمل كده. ايه هو دوت؟ جه عند 12 شهر. انا كده جاهز. راح حط زي خط كده ماركر وعريض راح معلم. عشان معاك كويس قوي دي وقتها ممكن الاسئله في الامتحان لوحدها. ماشي بقى؟ ده لو خلاص. نوتريشن شفتك ايوه كويس ده مثلا تلت ساعة ان شاء الله يعني ممكن ولما اخلص كده برضه بسرعة كده ممكن يعني مش في اي وقت يبقى يعني الجزء المهم انا هحاول امشي بسرعة شوية طب يلا دوت شابتر على سؤال الامتحان نصيبه ايه؟ نصيبه من الامتحان ها؟ سؤال سؤال واحد ايه؟ سؤال واحد بس طيب الشابتر عباره عن الاتي الشابتر عباره عن ثلاثه شابتر تحت بعض معايا او التسهيل يعني للتفصيل هو النمره ايه الاثنين نمره واحد نورمال نوتريشن اهوت وتحت ايه وتحت نوتريشنال ايه نوتريشنال ديسوردرز نورمال الاول تحتها حاجتين نمره واحد الريكويرمنت الريكويرمنت نمرة اثنين الفيلينج والفيلينج ده قد يكون طبعا بريست
بريس فيدي وقد يكون فورمولا فيدي وبعدها عندي ايه عندي حاجه اسمها ديسوردرز عندي حاجه اسمها مرضنس هيرني اضطراب يعني كوشيركر برضه هيرني معظمه يعني ريكت هل برضه هل معظمه هل لي هل لي من حد هل لي ده غير عادي غير عادي لان انا بالعكس كده هنا كده طلع صحيح هطلع يتخيل مع ايه ده كلها من اول هيبقى سؤالين بالعكس بس خلاص وبعدها الموضوع بتاع الساعه ها موضوع مين موضوع فين الايفيريال تو ايه تو ترايل خلاص شباب طيب ده الشرطه قول بحب كده الطالب اللي كده ايه يكون الشرطه كده لا مضبوط كده زي ما قلنا مثلا كده انفكشن عباره عن راش نقص في بيرفكتي فرصه قبل النهارده هو ده الاول من الاخر خالص اللي عليه الدور بصراحه دلوقتي خلاص يعني فعلا مانس بالبدرة حكي المين دي من الجروب ده كده من الجروب دوت ومن الجروب دوت تبع فيلر تسعه خلاص فاهم وانا كده بقول وينينج هنا كده اقول لك بصراحه يعني هيبقى وينينج وحاجات ثانيه لا بصراحه هنا كده هنا مش لاقي خالص خالص حاجه يعني انا من غير تردد هنا كده هنا كده يبقى التوب ايه؟ يبقى التوب فيلر تسعه خلاص هنا خالص وينينج بصراحه وحاجات كتيره قوي مع وينينج هتعرفوا حالا دلوقتي يعني دايما كده عملت كده بريزنت فيلينج ده في اسئله كتيره سهله قوي قوي بس الامتحان مهم لذيذ قوي الريكوايرمنت دي مهمه انا هيك ليه ام سي كيو خلاص طب يعني ام سي يعني مش فاهم برضه ام سي كيو معناها معناها ام سي كيو ده معناه ايه؟ ازاي يعني؟ يعني يهمني جدا جدا لان حاجه تخص الانفانسي يعني بس كده يهمني مثلا البروتين ريكوايرمنت دورينج انفانسي قد ايه؟ قد عارف ام سي كيو الكالوريك ريكوايرمنت دورينج انفانسي ايوه يهمني دورينج انفانسي يعني انا بحفظ كده ما فيش وقت يحفظ ريكوايرمنت في اول شيء اول سنه واربع خمس سنين واقدر لا هي اهم حاجه دورينج انفانسي وبرده ام سي كيو مش هيبقى حلو غير لما نطبق كده مع بعض ونحل مع بعض اتمنى بس الوقت بس بتاعتنا معايا ان هو يا جماعه الحرب الحقيقيه هي بعد الوقت الحقيقي هو الوقت طيب بعد في سؤالين كده موجودين اهو عندك اهو يا جماعه مش هينفع اسيبهم اول سؤال اول سؤال بلاش قبل كده اللي هو السؤال ايه سؤال why infants why infants are more liable to poor nutrition and nutritional disorders ده سؤال ده ده سؤال لا هو السؤال ايه الفكره في الطب بقى اللي معاك كام اسئله كده احمد اللي معاك الاسئله معاك بص كده في امتحان 2009 2010 كده يعني مش هقول دلوقتي يعني فيديو يعني 9 و10 مستهدفين دول دول اول دور تاني ايه اللي حصل؟ اقترحوا ان الامتحان يكون فيه سؤال من الاسئله سموه كده سؤال اكسبلاناتوري اكسبلين ويبقى السؤال كده عباره عن ماشي سؤال 10 دقايق ايوه خلاص بس متقسم متقسم اي بي سي دي كل جمله عباره عن جمله كده اكسبلين واي كذا كان كان عجبني جدا السؤال ده عجبني جدا لانه كان وكان في حقيقه يا جماعه وكانوا تاتشنج حاجات لازم ابقى اعرفها يعني مثلا زي بحب افتكر مثلا كده سؤال زي مثلا اكسبلين واي ديجنوزس ديجنوزس اوف كرونيك رينال فيلير ريكواير هاي اندكس اوف سسبشن مثلا مثلا زي اسئله الطالب عايزها مثلا زي واي اكزامبل واي مثلا زي سبلينكتومي مانت بي بوستبون تو افتر 4 ييرز كانوا حريصين بصراحه ان يجيبوا الحاجات اللي هي اللي هو انا في رايي عيب الطالب ما يعرفهاش لازم ينقص. اتكرر ده في التحاليل بس. وانا يا جماعه اختفى من غير ما اعرف اختفى ليه معايا انما يعني كل مره اقول لك يعني واي نوت افرض مثلا زي لقينا في الامتحان سؤال زي كده. كان وقتها بيتجاهل السؤال دوت كسؤال اكسبلاندري لان احنا بنضرب تاتشنج ايه؟ تاتشنج بيحبه قوي. بص كده مرض بيجي امتى؟ من 6 مانث الى سنتين وشكر 6 مانث الى سنتين ريكت 6 مانث الى سنتين ايه ديت؟ يا جماعه عشان خاطر الانفنت ديت هي مرحله اللي الطفل فيها ليه؟ ليه؟ عشان واحد عشان بقى بص اهو ادي معاك سؤال عشان ايه؟ عشان هم بص كده اهم حاجه الصراحه
عشان ايه؟ عشان في عندهم هاي نيوتريشنال نيدز. هتقرا النهارده بروتين ريكويرمنت خلاص في الانفانسي 4 جرام في جي، احنا 0.8 جرام في جي. الكالوريز 100 كيلو كالوري في جي، احنا 60 كيلو كالوري في جي. ولهذا معرضين ليه؟ عشان عايزين كتير. طيب سيبني شويه. اون ذا اذر هاند، اون ذا اذر هاند برضه عايزين كتير. عايزين كتير ليه؟ البرين عندهم ركز نيرون ديفلوبمنت، احنا خلاص كبرنا. هما ايه؟ هما اول سنه، اول سنه بالذات عندهم برين عمال يكبر. وسين ناس عشان يعرفوا يتحركوا ويسحبوا ويمشوا ويتكلموا، ده كله عايز مور كالوريز، يبقى في نيد زياده. طب اون ذا اذر هاند مين ده يا جماعه؟ مين اللي كل شويه يجي له النهارده برونكايتس، بكره نيمونيا، بعده دياريه؟ هم مسكين دول. بالتالي في عندهم احتمال كبير لانفكشن، اللي تعرف الطعن مع الانفكشن هيجي لي انوريكسيا. مع الانفكشن دي مين؟ يبقى عندي لوسز. ثم اخيرا هي هي النون بارد الانفنت دول، وخاصه لو كانوا بريماتشور، بريماتشور او لو بيرسويت، برضه عندهم لو ستورز. ما تحفظش انت كده، ما تعرفش تحفظ اللي انت كده. تاني سؤال رخم، تعرف الجو العام لو أثير هذا الحوار أورال، أو لو جالك سؤال كده مش هيكون إيه؟ ده لو حصل هيكون إيه؟ هيكون عليك النمرة نمرتين بس من 10 نمر. هو سؤال متأثر. إيش خلاص انزل. وسؤال جاب ده مرة، إنما كل مرة أجي أشرحه يحد يقولوا إيه في الكورس وإيه لا، بلاش ده، ده في الكوميونيتي كده كده وإحنا عارفين. خلاص؟ ولهذا نورتهم في الكوميونيتي، أنا ما أعرفش إلا منكم على فكرة. بقى الستاف ما يعرفش خالص. ولهذا ولا هفترض ابدا لو في الامتحان لسه ليا كده assessment of statistics وجود الامتحان السؤال هذاكر كله خلاص مع شباب بدات ابعد عن الدليل كده خليك معايا شويه سامع 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 بس يعني يا جماعه مش هشرح خالص مش هشرحه بس هذاكره انا حاطط عليه عامل خط ايه وحاطط بيت ايه في الاهميه احكي لي اقول يلا طيب لما يجي عيان كده ولاقي عيان مالنرش كويس كده والعيان وهو ان هو مالنرش بدا ياثر على طول العيان يعني العيان كمان بقى قصير الفرق ايه؟ ان العيان ده عنده كرونيك مالنيوتريشن كرونيك الويت بتاثر بسرعه جدا الويت بتاثر مع اي اكيوت كونديشن عشان ياثر الهايت معناها او الاس معناها العيان ده عنده لونج ستاندنج كونديشن ام سي كيو كل مره يتفهم فين الجنرال بص ويت الويت الويت ميجر ويستنج اند جيف ان اندكس اوف اكيول مانفريشن عكس الهايت بص الهايت ميجر ستاندنج اند اندكس اوف كرونيك دي تنسى كيو كل مره كل امتحان مع بعض حاجات خدناها زي مثلا ازاي السكين فورد تاكت خدناها على الوشارتر طبعا كريكا ايه كريكا دي ايه الكلمه دي ايه الكلمه دي دي حاجات انت خدتها عملي مين بقى اللي عنده مش عارف مصر ويستنج اللي هي كريتيكال فيشر يعني مين عنده ايديما؟ مين عنده برودنج؟ انا ممكن اعرف المعيان دوت ما ظهرش كلينيكالي. لو ده قال لي استفتح العملي. لو احكي لي يا ستي كده لسه عم تفتح العملي، احكي لي يا ستي بترجع كام مره في اليوم؟ اخبار الرضاعه ايه؟ طب بيجي ما بيشبعش ايه؟ دي اخيام ممكن. دي اخيام ممكن. البروتين ليفل قد ايه؟ الكالسيوم ليفل، الفوسفرس ليفل، الهرمون ليفل. طب خايبه ليه؟ خايبه ليه مع مين اللي قال ان البروتين مش بيقل غير مع غير في عيان ما نرش بس. دي اللي قال ان الكالسيوم مش هيقل الا في عيان لان انا عندي هنا بارامترز ممكن ياثر في حته المرض ولهذا بنحب نحطها فعلا في المؤخره. خلاص؟ ولهذا لو حد قال مين الاهم؟ هيكون الاهم جدا ايه هو ايه؟ هو انستروبيتك ميجرمنت مع مراعاه مين بيأثر في الاكيول؟ مين بيأثر في الكرونيك؟ تاني لو السؤال انت عارف السؤال ساذج خلاص احنا ما نعرفش ساذج. خلاص؟ في الامتحان لو جه مش هتعرف. ماشي؟ انما اكيد مش هو القطعه مش هو خالص. نخش على ايه؟ نخش على البريست بقى فيدنج وطبعا الصفحه دي كده خلاص دي كده ارمي تكبر في الزباله وده كده ايه؟ ده كده اول ايه؟ اول سؤال قدامك اهو اللي هو سؤال فاكتورز ايه؟ فاكتورز ذات منتين وانا عايزك تقرا هنا بقى. تقرا ايه يا استاذ؟ كتير جدا هنا في نيوتريشن هتلاقي سؤال مفهوم جنبيه اكتر من صيغه. ليه؟ صيغه الصور الصيغه بتاعتنا المعتاده. بالتالي مثلا سؤال زي كده فاكتورز انفلونسنج ميلك فلو ماشي الصيغه
factors that maintain milk flow. ده أو ده محن أوكي. طب يلا بقى. إيه factors that maintain أو factors that influence milk flow. نمرة واحد mechanical factor أبصر يا عشرة. ها؟ suckling and complete breast emptying. نمرة واحد. نمرة اثنين nutritional factor. الأم لازم تاخد high protein كذا كذا. She should avoid الحاجات اللي هي irritants زي مثلا say the onion and spices. Well, coffee when smoking. Hagatania, psychological factors, relaxation, confidence, happiness, where handif kidna. Ehia, what hormonal factors? Any hormones, professor, any hormones, thyroxin, prolactin, oxytocin, fish. No, have you told you mustn't see prolactin? That type of near level, or check green. Oxytocin, that type of ejection, check green. Shai Beresh. طيب معها هي أسئلة هي اللي بحاجة تحط عشان إزرامها يعني تحط ليه عشان تكون يعني بداية طيب طيب السؤال التالي factors factors that increase أو that promote كل مرة عايز يعني كناش هي دي هتكون معاك للمتحان خلاص أو لو أنت تاني أو لو أنت ناوي تروح البيت أو بأول تفرغ الأسئلة تمحطها كما هي براحتك المهم ايه بقى فاكتورز ذات بروموت ذات انكريز ميلك برودكشن نمره واحد ايرلي اند فريكوينت كونتاكت افتر دليفري اثنين رومينج اند كيبينج ذا بيبي وذ هيز ماذر ذا سيم روم وبعدها ديماند فيدينج وبعدها افويد اني بوتل سبلمنتيشن وايه فول اب اعتقد يا جماعه الصور خلاص ممكن أو تحفظها بالصور تحفظها بجملة وإن كان الكلام هنا كلام سهل قوي وعلى فكرة زي ما حد قال لي أنا ممكن برضو في السؤال ده كده بقول لي فاكتورز انكريز من البروبكشنز قال لي أنا ممكن هنا كده أحط حاجات بالسؤال اللي فات أحط مثلا ساي جدو مش مية مية أحط ده جماعة كده مش محتاجة تقنيتي لو تلاقي السؤال ده مخرب على جنبه وده مخرب على وراه وطبيعي معاه ازاي؟ ما تخافش اكتب. مش كده؟ طب يلا نخش بقى على ايه؟ على السؤال الاهم اللي ان شاء الله هنبني بيه يعني. Advantages of breastfeeding مهم جدا. مهم جدا جدا. على بعضه؟ لا صعب. ليه على بعضه؟ استحالة ايه على بعضه؟ ليه بقى؟ افضل ليه على بعضه؟ فانت اتورطت واحنا اتورطنا. لازم تكتب بقى if advantages for the for the infant and for the mother معايا وتقعد تكتب لي كلام انا مش فاهم معايا قوي قوي وكلام اي حد عارفه يعني طيب عايز بقى السؤال يلا في سؤال ادرى شويه اقول لك ايه اقول لك advantages of breastfeeding for an infant يعني برضه ستيل مش هيبقى ايه ليه الحجم كبير قوي قوي بس أرحم شوية وفي كل وقت طب والآخر ما داخل بقى يبقى بقى الصيغة المعتادة خلاص؟ الصيغة دي شوف كم صيغة هنا أنا قدامك كم صيغة صيغة بتصور فين؟ بتصور هنا إيه اللي صور؟ بروتكتد ميكانيزمز إن بريست مان إن أنا ممكن أي صيغة من دي ممكن تيجي أن إفكتيف بروبرتيز إن بلاش أدفانتجز فالخصة راجعة يعني ضفنا صيغة ثالثة رابعة الأولى هي قول لي يا ابني ليه الأطفال بقى طبيعي؟ less prone to infection دي صيغة رابعة why أو ممكن بقى أجيبها بقى في الإكسبلينيشن بقى why breastfed infants are less liable to get infections صيغة رابعة نفس الكلام الحتة دي مهمة جدا 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 يا ترى هتكون في ترتيب الأسئلة نمرة واحد في الشابتر ولا أحط البيين فكر لسه معاك حط فكر لسه هي فكره عشان بس دول الاول الاثنين هم الصراحه في نقره واحد في الحمام طب يلا انا برضو از يوجوال هجاوب السؤال بالصيغه الكبيره الصيغه الكبيره لو قال لي بريست فيدنج ادفانتجز نمره واحد نيوتريشنال ادفانتجز ماشي يلا بقى ايه بقى هي كومبوزيشن اوف فيريس نيوترينتس ار اي ار بريزنت in ideal concentration for infant جماعة حد جيت أمثال بقى خلاص قال هل أنت عايزني هنا كده أكتب كل التيبل
اللي بنتكلم فيه عن الكومباريزون ما بين بريست ميلك اند دومين كله حرام عليك. طب مين اكتب الكومنت؟ اوكي طيب طب مش طب عايز اكتب كل التيبل ردي لا 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 اولا لا دي اولا عشان عارفين يعني من الاخر يعني الكلام ده دي كانت متحمشه كده انا عارف بقيت اول سؤال لو جه السؤال ايه هيبقى سؤال بروجكتيف ميكانيزم بريست خلاص وحتى هنفترض معاك مجال السؤال دي قال لي بريست فيدنج ادفانتجز حتى فور ان انفانس انا ازاي هتلاقي المين باب في الكتاب فين عندك نص حكمه في الكتاب على ايه على بروتكتيف ميكانيزم بس فهنا كده هنا غير اصلا التيبل ده كده التيبل مش كله مبادئ بريست فيدنج ده مش شايف على الكومبوزيشن ولهذا قابل الزبائن مجرد بس تختار تختار بعض النمر تختار جزء منين اختار ثلاثه اختار اربعه انما التيبل كله مش ممكن احنا بنحط قلنا ايه؟ قلنا ممكن اختار مثلا في اختار البروتين مثلا كواليتي الفات كواليتي ازاي مثلا في الفاتي البريست ميلك معايا هيكون عباره عن سمول فات جلوكوز اللي هي ايزير تو بي ديجستد نعم صح هنا كده هنا كده مش هنا لا هيجي سؤال بعد كده هيجي سؤال بيور كومبوزيشن اوف بريست ميلك وحتى لو جاش حتى هتتسال ان سي كيو بالهبل في ارقام البريست ميلك كومبوزيشن فدي دي مفيش منها هزار يا جماعه بشر بس ايه ان هنا كده محدش يكتب نص التيبل كله خلاص اختار اقامه ممكن بروتين ممكن فات حد قال انا هعمل كده اختار كلمه بروتين كلمه حلو قوي كلمه بالفاتس والمينرالز ازاي مثلا زي كالسيوم فوسفات ريشيو او اوفنا لا خالص والله صح طيب نيجي بعدها على ايه؟ على باقي الادفانتجز اللي هي ايه؟ جنرال اللي هي مش عارف ان هو ستيرايل وان هو غلط افيلبل مش عارف ايه كان حلو قوي نيجي بقى للسؤال بقى المهم جدا ما هو ده اللي خالص عايز اشرحه يا جماعه طبعا ده اللي هو بتاع مش عارف الكلام اسمها مش عارف ايموشنال ستيل وتشايلد سكيل سكيل ده كلام قال قبل الامتحان كده يبقى ايه يعني ايه يبقى كده كبر عليه خلاص ليه انا ستيل مصر ان هو ده سؤال خلاص مع بعض نحفظ هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اثنين بصوا اثنين فاكتورز اثنين فاكتورز وثلاثه ال ومن الاخر فاكتورز يبقى نمره واحد اول فاكتورز ريسك ميك كونتيننج فيفنس فاكتور فول ستوب يبقى ده عبارة عن أوليجو ساكرايد بص عبارة عن إيه؟ أوليجو ساكرايد أوليجو ساكرايد بيعمل إيه؟ بينهانس بيساعد على البراس بتاع مين؟ بتاع لاكتوباسيلس بنتلس مين دي؟ دي فلورا بتعمل إيه؟ بتحول اللاكتوز أوبين إلى لاكتيك أسيد اللي بيلور البي اتش بيقللها بص بيقللها وبالتالي بيسبريس البراس of E. coli. بص شو كده شو السيكونس؟ هو سكر واحد ماشي عرفت خلاص سكر بيعمل ايه؟ بيحسن نمو هذه البكتيريا ماشي طب دي بتعمل ايه؟ بتحول اللاكتوز الى لاكتيك اسيد طب ايه اللي حصل؟ اه اسيد اسيد وطى بي اتش وبالتالي عمل سبريشن E. coli ولهذا فعلا كل الاطفال اللي هو بريست فيد ليس لايبل جدا يجي لهم دياريه واحد فرصة اثنين ثاني فاكتور بص اسمه ايه؟ اسمه كده انتسبانال جروس فاكتور ماله دوت؟ ده بينهانس بينهانس اسمه بينهانس الجروس والريبير اوف ذا تان ميكوزا معناه ايه؟ معناه حتى لو الطفل جاله حتى لو الطفل جاله دارية هيخف بسرعه فول ستوب اثنين فاكتور ثلاثه مين الجوفلنز؟ مين هينسى سكريتري اي جي صعب صراحه ايه؟ أربعة بقى أربعة إيه 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 بقى ال اي لاكتوفيرن ات از ايرن بايندينج بروتين وصلتش ال اي انا عندي ترانسفيرن ذا ايرن ترانسبورتنج بروتين وعندي فيرتين ذا ايرن ستورينج بروتين وعندي لاكتوفيرن ذا ايرن بايندينج ياخد ويرمي ياخد ويحط يرجع تاني زي الصوره كده ياخد ويودع جوه ايه رميته؟ ان هو بيحسن الايرن ترانسبورت الايرن بايو افيلابيلتي وبالتالي يخلي كده يخلي الايرن ليس افيلابل لمين؟ للبكتيريا يوم البكتيريا تبقى سبريزد لان البكتيريا محتاجه ايرن عشان تكبر فيه اسم دي
فيتوزومز من الصورة بيدستروي تكل مانة كده بيدستروي بكتيريا السيلول. لايسوزوم خلاص وعليها ليفوسايت ماكروفيج سيلز أخيرا خلص ده فكر حتى الإل حتى هي لس فكر آخر إل الأربعة إل واحد اثنين ثلاثة أربعة. طبعا يا جماعة ده اللي عندي سؤال زي كده أقعد أدوقه أنا وأحط له حروف وأذاكره وأعمل له رسمة مين حتى مين مع بعض الحصريات طيب أقول لك اكتبه في ورقة في حصة إيه يعني كده؟ ما قلتلكش إن كل سؤال يا عم كتير ده مات بص إيه رأيكم؟ احنا قلنا كده ايه رايك كده اول سؤالين نحطهم في التفكير الاهميه في البيت جرب اكتبهم مره انت في الاخر ربنا يكرمك كرم واسع جدا وتعرف الامتحان الحاجات دي جت هتيجي تكتب ايه بقى طب ومش اكيد مش هنذاكرها زي ازاي توصل في البيت مره حتى اقعد حتى لو كام ايام خلاص اوكي بس مع خير مع ايش كده ما عادش كويس ماشيين طيب عايزين نحل المحل بعديها بقى انا ما عنديش مشكله ان انا اجي اسال يوسف بس يكون معاك كابتن عشان خاطر ممكن مثلا كده زي اميره زي مروه حد